السالفه، لكن خلونا نشوف الهوب. بدا الشباب الفور اوت بدا يولعونها باول فايت عن طريق كيوتل تراك 2 3 كل لرصيد الفور اوت. نشوف كيوتل حاضر معنا، الراجنر حاضر معنا، لكن كيف راح تكون سيناريو هالفايتات اللي جدا صعبه مع السكودات. لكن من جهه اخرى برضه جالسين نشوف النجم الكويتي الكبير اللي هو فهدان على الكل فيت، واضح وصريح الفهدان. فايتات جدا جالسه تكون صعبه وامور طالعه عن نطاق البث يا جماعه، اعذرونا، انا اسف، والله انا اسف، ارجع اكرر ألف مره انا اسف، لكن الموضوع ابد خارج الاراده، حتى طلعت عن نطاق البث شوي. خلونا نشوف كيف الزون، وخلونا الاستاذ حيدر يتمتع في الزون اللي موجود معنا على الستريم. شفت ثاني، هذا الزون الثاني اكيد. شفت مثل ما تشوف ساحب المنطقه ما سحب المنطقه اخرى، هو اوريدي كان شفت الاول بعيد عن خط الطائره، وهذا اللي يسبب روتيشن لونج روتيشن، يعني روتيشن حيل طويل للافرقه. اكيد موضوع الروتيشن الطويل دائما يكون مزعج للافرق، مثل ما تشاهد حاليا فريق ما اعرف، انا شويه جوده عندي حيل حيل، ما اقدر اقرا حتى اسماء الافرقه. روتيشن حيل طويل راح يكون عندهم. توسط دائره، الافرقه جايه تلعب على اساس توسط دائره، عندك فقط ثلاث افرقه اللي تلعب باسلوب المتاخر، اسلوب خارج الزون، واكيد راح تكون لاحقه للزون. دخول الفريق 963 على ما اعتقد اللي كان خارج الزون من الزاويه الضيقه، وهذا افضل حل اكيد باسلوب المتاخر. نشاهد حد ما يجي الشفت الهارد شفت اللي هو دائما متعارف عليه، شفت الزون الثالث الرابع. بالضبط، شكرا اخوي حيدر على تحليلك البسيط على الموضوع الزون. لكن جالسين نشوف 13 سكواد و45 لاعب، ونشوف روسترات جديده وبدايه عشق جديده قاعده تبدا معانا في نهايه السيزن الاول. بدينا في البي ام سي او، انتصفنا في البي شو اسمه في البي ام بي ال، بعدين انهيناها في الاي ام اي، يعني السيناريوهات بدات تتجه الى محط التاسيس، بمعنى اصح في مبدئين تاسيس وتعديل. وكيف ممكن تصير صياغة هالقصص من بدايتها، وكيف ممكن السكوادات والمينا بشكل عام يستفيد منها التغييرات اللي شبه جذرية صارت. لكن نستنى ونشوف الأربع أطراف اللي حاضرين معنا في نفس المكان، بنفس الاتجاهات، بنفس الأفكار، بنفس الكمباوندات المحاذية إلى بعض. نشوف الهوت لاين، نجوم مصر اللي كانوا معنا برضو مشاركين وقدموا أداء جدا رائع في بي ام بي الارابيك، شفناهم بالفاينل، شفنا لهم روستر جدا 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 خرافي. اتوقع انت حيدر سبق لك دراسه هالتيمات البي ام بي بتحركاتهم بامورهم، جالسين نشوف اسامي جدا رائعه حاضره معنا بهالايفنت. لكن تجديد، اعتذر، حرفيا تجديد، وغير كذا انه تاسيس برضه في نفس الوقت يعني. لكن تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح، بيضناها في الاي ام اي، اثبتنا انه العرب مش سهلين ابدا. الجنز الفيت صراحه يعني عملوا شيء مستحيل. اوكي ممكن ار اي تي صدور، بس يكفي ان احنا طلعنا بمستوى يليق باسم كلمه عرب حرفيا يا حيدر. وجهه أكيد نظرك أكيد. وكيف ممكن مستقبل ببجي موبايل في الاحتراف في الوقت القادم؟ اكيد طبعا. شوف مستوى العربي اللي حيبدا نشاهده، هو هذا فائده حتى للكوميونتي، هذا فائده حتى للفانز فريق معين، فريق سين مثلا، هذا فائده حتى للافرقه اللي جاي تبادر حتى تدخل هذه البطولات. تسليط اضواء الشركات اللي معتمدتها ببجي موبايل على السين العربي بهذه الصوره، هذه الصوره هي اللي تخلي اهتمام السين العربي بالاشهر القادمه، بالبطولات القادمه الى اخره. ومثل ما تلاحظ حاليا تجديد دماء، حرفيا تجديد دماء للافرقه، تعديل على الروستر بشكل جذري، تعديل مثل ما شفت خروج ثلاث لاعبين من الريكومبينت تيم مع منظمه تعتبر منظمه قطريه، ومثل ما تلاحظ حاليا تداخل على الزونات. نشوف الروتيشنات بدأت تتقاطع استاذ حيدر، لكن نشوف من رن اوي جرماني من جهه اخرى امام سكواد الكوت. خلونا نشوف الكوت كيف راح يستعدون لهالفايت، وكيف ممكن يحافظون هالفايت. نشوف استريح بهالسبريه الرائع على سكواد الرن اوي، فور كيلز رصيد سكواد الكوت. نشوف استريح متقدم صار كاشف وعارف على مكان سكواد الرن اوي. لكن من جهه اخرى برضو نواف صار خلاص الايم سكوبات انفتحت على هالكومباوند الصغير، ويبدو لي المكان والتله اللي خطفوها سكواد الكوت تعتبر جدا مثاليه يا حيدر، يعني ريدج خفيف، نظرة حلوة، بوزيشن جدا رائع في زون مثل كذا. ناخذ زوم ان عنه على الزون، ونشوف ايش ممكن يكون تخطيط السكوادات والاستراتيجية اللي ممكن يعملونها بزون يعتبر صعب يا حيدر. صعب صعب اكيد، لكنه الافرقة تعتمد على اساس انه انا خلاص ظهري هو المياه، فما احتاج اخلي لاعب سبورت،
اظل اركز على ثلاث جوانب افضل ما اركز على اربع جوانب. حرفيا شوف تداخل طرف ثالث بين سكواد الكوت اللي هم سكواد ترابل دي اللي هي المنظمة اللي حاضرة معنا بها الروسترات الجد الرائع، لكن نشوف تاشي تاشي امام سكواد الكوت قدرنا يخطف النوك الاول، صار كاشف عن مكانه، صارت الامور جدا صعبة عليه بطريقة جدا موازية، لكن هو صار كاشف للكوت من الجهة اليسرى. الى متى راح يستمرون شباب الكوت على هالرج، والى متى سكواد ترابل دي بالضغط على الجهة اللي موجودة فيها شباب الكوت؟ نشوف اللاعب عنده جراءة بالتقدم على الكوت، نيد بعد تحقيق النوك الاول، نشوف الشباب عاملين عليه سبورت بالجهة الجنوبية، نشوف سكواد ترابل دي خلاص حطوا في بالهم انه راح يخطفون هالبوزيشن من سكواد الكوت. ناظر استريح، نشوف استريح مدى صبرهم على هالبوزيشن اللي هم محسودين عليه حرفيا، والضغط اللي جالس يجيهم من الجهه الشرقيه، لكن السبريل واضح من استريح صار كاشف للترابل دي، لكن السموك معطيه كفر جدا رائع على سكواد ترابل دي. استريح يا استريح، استريح الممكن يخلي سكواد ترابل دي يستريحون على هالتقدم وعلى هالتهور اللي عملوه، لكن استريح مقابل التهور اللي سووه سكواد ترابل دي الا مقابلهم بتهور. لكن نشوف السبورتريه في دورهم في هالفايت جدا رائع، لكن النيت والاضرار على ترابل دي. يا استريح استريح يا استريح، لكن سكواد ترابل دي عرف انهم هم في مكان جدا خطر لخوض فايت مع سكواد الكوت. صار استريح هو اللاعب اللي جالس يعطي ترابل دي عذاب. نشوف تقدم اللاعبين، ومن جهه اخرى نشوف برضه سكواد ال69 اللي هم نحر علي بدران السانجي والجانز، وبدت الامور تخش تحت مصب الخطر يا حيدر. زون مش متوقع يا حيدر، زون يعتبر مش مريح للأغلبية، تحليلك بسيط على هالسيناريوهات اللي تعتبر جدا خطرة على الأغلبية. أكيد يعني أنت حاليا تلاحظ زون اتجاهه تقريبا 20% على اتجاه المياه، زون غير مريح للآي جي ال، قرأت الآي جي ال الشفتات الزون حاليا مغايرة. هذا هاي الزونات صراحة ما يعني ما تعتمد أنه أنت وين راح تكون متمركز، تعتمد على أنه أنت إذا كنت خارج الزون خلص من المفروض لازم أنه تاخذ الهارد بوش، تتخذ بوزيشن فلان معين، ويفضل أنه يكون دائما كفر رباعي، وهو بمعنى أنه تكون منازل أو متفرقات الآخر. مثل ما تلاحظ حاليا لما الداخل الثير 3D على الكوت ما قدر يترجم هذا الفايت، لأنه هو يعني هاي البوزيشنات دائما تكون مباغتة، دائما تكون مباغتة، فأنت يا أما تخلص الفايت بسرعة كبيرة يا أما خلص انسحاب مثل ما لاحظت التخبط اللي كان. لكن نشوف 69 أمام بدران صار كاشف للإف بي جي، لكن التومسون وال1 في 1 راح يكون حاضر بين بدران. يا بدران صار كاشف، والنوك من بدران بطريقة جدا ذكية، قدر انه يدخل لاعب تحت فخ جدا غير متوقع. هذا الذكاء واللعب الذكاء شيء جدا اسطوري. لكن نشوف ستان جالس يتعرض للنيد، ستان يا ستان، وخساره ستان عند سكواد الرن باللاعب الكويتي لصفوف الرن، صار دخوله للزون واح من وحي الخيال. سيناريوهات جدا رائعه في جيم الارانجل بعد المشاكل اللي تعرضناها على البث، بس ما زال الشباب جالسين يقدمون متعه عندنا في هالجيم اللي يعتبر جدا صعب تحت زونات صعبة وبوزيشنات جدا خطيرة. خلونا نشوف الناين 963 اللي هم من الكابتن، نشوف صار كاشف للرن اوي على ريب وسبارو، خلاص الامفور كابي بيعطى النوك، ويا عيني عليك الناين 963، يا عيني على خطفكم لهالنوكات وعلى محافظتكم على اطراف الزون بكل قوة وجدية، لكن النيد كافي بيعطى ريب نوك. استنى ونشوف ايش ممكن يصير في هال الزون الصعب. الكوت ما زالوا صامدين، وبالضغط على الهوت لاين من جهه اخرى نشوف اغا يا اغا، اوهو لكن ريلاكس يتعرض للدمج الواضح، لكن الامور باتت تخش على مواضيع الخطر يا قلبي. نشوف كيوتن راجنر الهوب امام سكواد الاف بي جي، لازم نذكر انه برضه هوب من المهارات ومن اللاعبين الخطرين في اواخر الزونات، موهبه سعوديه حاضره معنا اللي هو اللاعب الخطير هوب. نشوف الهوب، لكن راجنر وقوه الراجنر وجرأة الراجنر وخبره الراجنر في اواخر الزونات جاز تفرض ثقه هالسكواد بهالروستر الجدا جميل. شوف راجنر 100% هو دور الاجيل، هو 100% دور التيم ليدر لهالمدافع وهالطائرات اللي معه اللي هم تركتوه وكيوتل، لكن خسارة كيوتل ممكن تكون صعبة لدى سكواد الفور اوت. نشوف كيف راح يكون الموضوع، لكن خلاص الشباب بدأوا يقربون على اف بي جي، طمعانين بالكل 6 كل رصيدهم، صاروا كاشفين على السول اللي يعتبر جدا وحيد ويعتبر جدا يتيم امام سكواد ما يرحم والاستقبال الصعب، لكن راجنر از هير.
راجنر يا راجنر وعقلية راجنر وخبرة الراجنر، لكن نشوف من جهة أخرى اللي هو الرب اللاعب الكويتي اللي يملك فرديات جدا رائعة. نشوف الرن يا الرن والتي اس اي والتي سي كومباوندهم يعتبر جدا مريح طرف زون، كيف ممكن يحافظون شباب التي اس اي على هالكومباوند وكيف مدى الضغط اللي راح يصير عليهم يا حي؟ الزون اللي بعده هو اللي يقرر، مثل ما تلاحظ الزون حيل قريب من الكومباوند. اكيد قلت لك هاي الزونات لازم تضمن بها هذه الكفرات، لازم تضمن بها هذا البوزيشن، لكن اكيد لازم التحرك. لكن هنا عندك تايمينج، هل يا ترى هذا الفريق راح يتعامل صح مع موضوع التايمينج مع موضوع الوقت؟ مثل ما تشوف حاليا التداخل عن طريق تداخل تتابعي احنا نسميه، دائما يكون هذا التداخل بعد لاعب عن لاعب 50 الى 30 متر. مثل ما تلاحظ ايضا يعني تقدم لاعبين وبقاء لاعبين في البيت خلاص يضمن المركز مهما كان. مثل ما تلاحظ حاليا النوك داون الاول دخول لاعب على 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 كفر رباعي اخر بتوسط الدائره الى اخره، ريفايف سريع من المفروض هذا يكون اكيد. هذه الشفتات ما ترحم يا تركي، هذه الشفتات الغلط في الف يعني نقطه على السطر. نشوف تي سي حط نفسه في مكان جدا مغري بحكم المتوسطين انصاف الزون والضغط على شباب الكوت اللي كانوا ماخذين هالرجل الجميل وخلفهم كفر اللي يعتبر البحر، لكن راجنر مش راضي يهدى، راجنر ما يخلي الدائرة تهدأ، مش مخليهم تحت السيطرة يا راجنر. نشوف سكواد 963 والترابل ديل هو أتاشي، أتاشي أتاشي صار كاشف للتي سي لكن موقفه جدا صعب، وعداد عمره يبدأ بالتنازل بوجود 963 لكن قدر انه يكشف عن نفسه ويضغط على 963. لا الله على الايم، لكن ما في اي اضرار، ما في اي نكات ممكن تساعده على التحرر بطريقه ممتازه، لكن الكفر الشرعي الموجود بخلف هاللاعب جالس يعطي منظر حلو، لكن ترابل دي موجودين قدروا انهم ياخذون هالكل. الرب اللي هو الناجي الوحيد من سكواد الرن جالس يدخل الزون بطريقه، لكن راجنر وتركتوه صاروا كاشفين عيني على الرب، لكن تركتوه بالمواجهه. حلو الاداء، حلو المستوى، حلو الكلام، حلو انصاف الزون، حلو السيناريو الاخير بين هالاطراف الثلاثه الحاضرين معنا. ممكن نقول، ممكن نختصر الموضوع، ممكن تكون النهايه غير سعيده للشباب اللي خارج الزون. نشوف ال 963 ثلاث لاعبين امام تي اي سي يا حيدر، كيف ممكن تتعالج وكيف ممكن البوزيشنات هذه راح تتدخل؟ خلاص 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 قالوا لي حيدر لا تتداخل، احنا حنخلص سريع، ندري انه تركي اعطاك السؤال وانتهى الموضوع. انا حنتكلم عنه اكثر بالتحليل ان شاء الله. شباب مجرمين والله، الرن اواي برضو ما يرحمون، دو بهالكومباوند يعتبر ممتاز، لكن نتكلم عن 28 ثانيه كافي انهم كافي انه تطلعهم من هالبوزيشن اكيد، لكن استخدامه للسنايبر في هالوقت يعتبر فيه نوع من انواع الثقه بنفس اللاعب اللي هو اللاعب انس. انس يا انس امام سنكي من سكواد تي اي سي، لكن صاروا كاشفين لمكانهم، صارت الانظر والتركيز والفوكس على هالكومباوند، وجي جي شباب، انتهى الجيم، انتهى الموضوع بتشيكن دينر محقق للتي اي سي، ران اواي بمركز ثاني، 963 بمركز ثالث، الفور اوت بمركز رابع، الرن بمركز خامس، هذه هي الترتيبات زي ما انتم شايفين وعارفين. ممكن ما دخلنا في اجواء التعليق والتحليل كثير بحكم انه صارت عندنا مشاكل في البث، ارجع واكرر انا اسف شباب، ما كنت مستعد 100% اني انا اكون المعلق في هالايفنت، دخلنا بسرعه، فان شاء الله نعوضها في الايام الجايه. حيدر وجهه نظرك في نهايه الجيم وتشيكن دينر اللي ترجموه شباب التي اس سي بعد خروجهم من الكمباوند وبتنصفهم للزون. تي اي سي طبعا 7 كل، نتكلم عن 7 كلات، التيم واضح انه هو جاي يلعب بناحيه التيم ورك بتوزع الكل بوينت، تداخل جدا سليم يعني لاحظتهم كيف التعامل مع الزونات الاخيره. لكن هل يا ترى هذا الفريق، خلينا ما نظلمه وما نتكلم فقط على موضوع اخر خمس دقائق، هذا الفريق مين اجى؟ وين كان نزوله؟ كيف تحرك؟ يعني انت لازم تتكلم انه اكيد الشفت الزون الاول اعطاه نفسه للتي اي سي، لانه دروب التي اي سي كان بليبوفكي، مثل ما لاحظنا الزون خلص هو اصلا شفت لحد الزون الخامس وهو ما طالع من ليبوفكي، فهذا اكيد يعني منحهم من ناحيه عدم اتخاذ روتيشن، عدم اتخاذ قرار ممكن للسكاوت، عدم اتخاذ فقط القرار الوحيد اللي كان يا شباب استحواذ على الدائره خلص انفوات، اريد اجمع اكثر عدد انفوات من ناحيه السبلت، توزع وتعدد المنظور، وهذا الشيء ترجمه بصوره جدا صحيحه. لكن اكيد هذا الفريق دافع على البوزيشن اللي اخذه وعنده نفس طويل ما شاء الله، وخلص ترجم الجيم تشيكن دينر. ايضا كان عندنا بروز واضح لفريق الفور اوت،
الفريق اللي مجدد دماء، الفريق اللي دا يلعب حتى يطور السينرجي اللي عنده مع الفريق، قرار خاطئ او غير صائب. كان لديهم حلول اكثر، يعني قرار الدخول بالهارد بوش هو صحيح، لكن الدخول كان متتالي، يعني الدخول ما كان كثلاثي، وكان فقط 3 لاعبين باقي من الفريق، ما كان الدخول كيد واحدة، لا الدخول كان متتالي وتوازعوا بها الكلات مع الران اواي والتي اي سي. سان هوك يا حيدر، سان هوك اجرسف اكيد بحكم هذه الافرقه معروفه بحب هذا الاسلوب اللعب، واكيد فايتاتي كلوز هذا متعارف على 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 سان هوك على هذه الجزيره. لكن رن اوي جيرماني صراحة كان توزعه بالزون كان جدا ممتاز، دخول ال اكيد 963 برضو كان جدا حلو ومناسب، قدروا انهم اكيد يخطفون المركز الثالث. ونرجع ونكرر يا جماعة الخير، انا اسف على المشكلة اللي كانت في البث، وان شاء الله باذن الله نكمل البث بطريقة تليق بالناس اللي موجودة معنا باللايف. راح ناخذ بريك قصير وراح نرجع لكم بجيم السانك، نشرب بس موية ونرجع لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بالجيم الثاني من إيفنت الرن أوي بجائزة 200 دولار تحت تنظيم الوكالة اللبنانية بقيادة الليجن. خط طائرة ممتاز جدا، مبتدي بسهمي ومنتهي بمانجاي، لكن خط الطائرة في سانهوك ليس الاعتماد الكلي عليه. استنى ونشوف ال 17 سكواد ايش ممكن يقدموا لنا، و 67 لاعب والتشيكن دير كان لسكواد التي اي سي. برضه نرجع نهلي ونرحب بنجم التحليل والتعليق الاستاذ حيدر. حبيبي تركي الله يسلمك. بدايه تعرف انت سان هوك ماب صغيره، يعني خط الطائره اخر هم يكون اللاعبين والافرقه، مهما كان خط الطائره ممكن توصل للدروب اللي انت تريده. مجرد احنا حاليا جاي ننتظر نزول الافرقه، كيفيه التوزع. شفت الزون الاول؟ طبعا صراحه شفت الزون الاول بسان هوك، ترى يعني هذا يعني اكثر ماب ممكن انه لازم تهتم بشفت الزون مالته الاول هو سان هوك، بحكم يعني هي ماب صغيره. يعني تخيل انه انت نازل بالهاتنا مثلا والزون باقصى كامبونج، مساله صعبه بعبورك من جزيره الى اخرى. لاحظ فايت مباشر ما شاء الله، شباب محمين حيل. اوه الفار اوت على طول ولعوها، كيوتل بدا الفايت باول نوك، لكن خلونا نشوف راجنر كيوتل في مدينه الوين. اوه باينان هذه رساله مبهمه غير صريحه بين الفار اوت والتي اي سي، لكن راجنر نزل في مكان او في دروب يعتبر جدا خطير بهالاطراف الكثيره. نستنى ونشوف الهوب ايش ممكن يقدم لنا. ام هوب المسفني ممكن راجنر يساعد الدروب هذا بالتدرب اللي كان مع تيم السكواد الار اي تي، ممكن توزع طريقه اخذهم للفايت، ممكن تفسر او تساعد راجنر بهالروستر الجديد انهم يتعلمون بطريقه او يبنون سينيرجي جدا رائع بينهم. لكن اربع اطراف نتكلم يا حيدر في مدينه الباينر، صارت الاماكن كلها ممسوكه، صارت الزوايا جدا صعبه. صحيح يعني انت راجنر وكيوتل ايضا متعود على مجريات هذا الدروب في الباينر، ومثل ما تلاحظ يعني عندك فريق ماخذ اتجاه واحد اللي وفريق اخر تي اي سي اللي هو بطل مابت رانجل ايضا ماخذ اتجاه واحد، لكن فريق الفور اوت لا متوزعين توزع صح، ده يلعبها باساس الدوب دو، وهذا هي هذه اساسيات اتخاذ هذا البوزيشن، خاصه ان الباينر تحب تلعب بهذا الاسلوب. صحيح استاذ حيدر، لكن نرجع نكرر ممكن شيء هذا الشيء يفيدهم بحكم تدربهم في ال اكيد مع تيم سكواد الار اي تي. لكن من جهه اخرى خلونا نشوف الرن ستان يا ستان، والرن جيرماني نشوف لا ضيوف لديهم. عندنا برضو بطل العرب فراغ غانز، فراغ مارلي، رؤوف لورد مارلي، هل ممكن يكون صحيح يا حيدر؟ ممكن هل هو مارلي؟ ممكن طبعا، ممكن اللي في البث مو عارفين مين مارلي وايش يصير المارلي ومع مين كان يلعب المارلي وايش الخيار اللي تبعه فراغ غانز باخذ لاعب يعتبر يعني يوه مارلي اعطناك عين على طول على طول على طول على طول. 963 فاجأوا مارلي بسبرايز رائع جدا. خلونا نشوف 963 من هالاتجاه صاروا كاشفين للفراغ غانز، وبرضه في الكل فيد عندنا سكواد الار اي، تعودنا على الار اي اللي هم سكواد الفور اوت. رؤوف يا رؤوف وماذا تملك يا رؤوف في هالفايت؟ نشوف سكواد الذكاء، سكواد الانجازات نمبر 1 على العرب حرفيا، اللي خير من مثل العرب في بطوله والمحافل الرسميه هم والفيت والار اي تي وسدور برضو في ان واحد. لكن الزون ورؤوف والتفنيش والخير، توقع مارلي رسمي مع فراغ غانز؟ لانه ما شفنا خبر رسمي انه انتقال اللاعب مارلي لصفوف الفراغ غانز، وبيعتبر خبر حصري في المينا بشكل جدا كبير يا حيدر. اي لكن ننتظر التصريح الرسمي، ما راح نقدر نتكلم باي مجريات هذا العقد. لو كان يعني هاي اكيد زياده ثقه وزياده خبره زياده في مستوى فراق، خاصه فريق الفراغ غانز اكيد زياده استراتيجيه وتكتيكيه. اكيد 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 طبعا. نشوف عنده هنا سكواد اسلم حيدر. لا ابد يعني هذا يعطيك تعدد الثقافات، هذا اللي يعطيك تعدد اساليب لعب. يعني انت ماخذ شخص عنده خبره تقريبا صار من بدايه اللعبه من 3 سنين، فايضا انت تضم 3 سنين خبره لفريقك جديده، ممكن يكون اضافه جدا قويه. بالضبط، وتوفيق لهم سكواد الفراغ غانز. ومن جهه اخرى برضه نشوف سكواد الكوت، نينجا، ستريح، نواف، افهيدان، النجم الكويتي اللي برز بصمته امام سكوادات الشرق الاوسط والعالم بشكل عام. يعني
فيدان يا فيدان رجوعه الى ارضه، رجوعه الى بيته، الى اساس اللي هو تيم الكود. متوفق موفقين يا شباب، تمنياتنا لكم بالنجاح والسداد. لكن نشوف اللاعب القطري من جهه اخرى جالس ياخذ النقل اللي هو كيوتيل تراكتو برضو راجنر يا راجنر الهوب يا الهوب. نشوف النزعة الهجومية واضحة عند اللاعب السعودي، هوب هوب بلم 7 هوب بلم 4. كيف ممكن تدار او سيناريو هالفايت جدا راح يكون مصيره صعب. شلون سكواد الفور اوت والجي يو ان ار زد حافظوا على الباينل والتي سي الى هالدقائق الخمسة الاولى؟ يعني تتكلم عن اربع اطراف او ثلاث اطراف في ان واحد. حلوين كيف لحد الحين عملية الجيت كيبينج حاضرة يا حيدر، وكيف ما ان احنا جالسين نشوف خسائر واضحة بين هالاسامي؟ صراحة هذا مو لصالحهم. يعني انت تتكلم عن تأخر روتيشن، تأخر لوت، يعني مثل ما تلاحظ حاليا هيل متوان يعني ما عدا اي فيست اللاعب، وايضا اكيد باقي اللاعبين مو ذاك باللوت الكافي اللي يخليك يهيئك انه تترجم هذا الجيم للتشيكن مثلا. فهذا التاخر مو مصلحه الثلاث افرقه، لكن مثل ما تلاحظ دي بادر فريق الفار اوت باتخاذ الفايت حاليا، ماخذ دبل كيلز، دبل كيلز ماخذ من فريق التي اي سي، وهذه مبادره. لكن مثل ما تلاحظ الفريق الاخر جاي ينتظر عنصر الثيرد بارتي لهذه اللحظه، فاكيد راح يتم الانسحاب بعد ما لما تلاحظ حاليا شفت الزون الثاني، شفت الزون الثاني اتجاه للشمال مباشره. وعندك اماكن مفتوحه، ممكن نقدر نقول الفريق اللي راح ينسحب الاول هو اكثر فريق راح يقدر يدخل للزون اللي بعده بافضل صوره. صحيح صحيح صحيح، لكن يبدو لي في مسابقات، في مشاكل قاعد تصير. راجنا خلاص قرر بالانسحاب، قرر بترك الباينل. لكن من جهه اخرى برضو جالسين نشوف اسامي مع سكواد اللورد زيرو فخم عزيز، الاسامي اللي بدات تبرز، السكوادات الصاعده اللي نتمنى منهم ان شاء الله باذن الله التوفيق في هالنسخه الجديده او الموسم الجديد اللي ابتدى حرفيا من امس. قدامنا بي ام ان سي، قدامنا بي ام سي او، قدامنا بي ام بي ال، قدامنا اي ام اي. يعني اللي ما اخذ فرصته في الاولى يقدر ياخذ فرصته للثاني، وهذه رساله من ببجي موبايل انه اي سكواد عنده الاصرار، عنده العزيمه، عنده الشغل، عنده الروستر، عنده الدعم، قادر انه يوصل، قادر انه يحقق، لان الخيارات صارت متاحه حرفيا. صح مش سهله بس تحتاج شغل. بي ام ان سي مقعد، بي ام سي او مقعد، يعني موضوع يعتبر حلو. انت اللي عليك تقدم، انت اللي عليك تشتغل. خلاص الموضوع صار جدي، الموضوع صار كبزنس، الموضوع صار وظيفة وليس لعبة. طلعنا من نطاق اللعب، طلعنا من نطاق الفورفن، دخلنا في مسيرة جديدة هي الاحتراف حرفيا. انت قاعد تتكلم عن جوائز وصلت الى مليون و400 دولار، ممكن توصل الى مليونين دولار في سنة واحدة. يعني الموضوع ما عاد يحتاج يعني هدوء، يحتاج شغل، استمرارية، جداول، ترتيب، كوتشنج، منظمة، دعم. مو شرط منظمة رسمية، كافي يكون في سبونسر، كافي يكون في كوتش، السكوادات تحدون، تصير نظرة إلى أكبر مدى. خلاص نطلع من الزاوية الضيقة، نبدأ نكبر الدائرة أكثر فأكثر. صارت الخيارات جدا كثيرة حيدر. أكيد أكيد، هذا زيادة خبرة طبعا ومنفعة للشرق الأوسط. أنت تلاحظ الفرق بين السنة اللي سبقت وهذه السنة من ناحية نظرة الأفرقة ونظرة باقي الريجنات للسين العربي، وحد ذات الكلام يختصر بالإي إم إي والأداء المبهر. وصراحة كانت الأفرقة الغربية وأفرقة السي إس آي كانت مغرورة باليوم الأول، لكن بعد ما شافوا الثورة الكبيرة اللي حصلت من الأفرقة العربية خلص يعني انتهى الموضوع. لكن خلينا نركز اكثر على الايفنت اللي احنا جاي نلاحظه حاليا. مثل ما تلاحظ حاليا الباينار خلاص انسحاب تام، فريق الفور اوت جيت كيبي خفيف ما حصل منه اي شيء، توجه الى ضمان الكفر الرباعي، توجه الى توسط الدائره. مثل ما تلاحظ حاليا ايضا ما عندنا مشاكل مع اي فريق من جزيره الكامب الفا، الكل خرج من عندها، الكل يعرف ان الزون اللي بعده راح يكون قريب على البارادايس او اماكن المفتوحه اللي امامه. وهنا تختبر صراحه عقليه الاي جي ال، هل يا ترى الاي جي ال يختار الاماكن القريبه من الاماكن المفتوحه بحكم ان هذه الاماكن حتكون فارغه لاخره؟ مثل ما تلاحظ فايت مباشره مع فراغ غانز. اوه فراغ ولعوها والنوك حاضر على اللاعب رؤوف. يا رؤوف خلونا نلحق على رؤوف وماري، لكن فايتات خارج الزون مش حتفيد سكواد الفراغ بوجود الجي جي ان ار زد امام سكواد الفراغ. لورد تاريخ العراق، تاريخ المدريس، قوه المدريس معانا في هالايفنت. خلونا لورد كيف ممكن يتصرف وايش ممكن يقدم
امام هالسكواد الرائع من خارج الزون. تتكلم عن شفت يبعد 759 متر يا حيدر، يعني الفايت هذا مش في صالح الفراغ غانز ولا هالسكواد اللي معه اللي هو سكواد 17. من جهه اخرى نشوف سكواد الفناتك زومبي جالسين يتعرضون لاقصى مكسيكو، حرب عبود بهالتلة اللي تعتبر مش مريحه حرفيا ومكشوفه لهاي البارادايز، يعني مثلث رعب نقدر نقول عنه او نتكلم عن دائرة رعب محوطة في بوت كامب. كيف الشباب ممكن يتصرفون بهالتضاريس اللي ممكن يستفيدون منها؟ ثيرد بارتي في أفضل تلة نقدر نقول يا حيدر، بحكم أنه خبرتك في التحليل، خبرتك في البوزيشنات، نشوف الثيرد بارتي عندهم إنفو بجميع اتجاهات الدائرة. لكن رن أوي وجهونا رسالة بإعطاء نوك ستان. يا ستان اللاعب السوري وريني ستان، خبرة ستان في هالفايت على مكسيكو، ستان بالسبري بالتومسون، لكن ستان بالنوك يا جماعة. أوه يا ستان، لكن سبارو يا سبارو هو السبورت الرائع مكسيكو على ستان. ستان ممكن خلاص خسارة، لكن الرب اللاعب الكويتي جاس يعطي فلانك جدا رائع ويقدر يعطي أريحية لسكواد الرن أوي بهالفايت. حلو الفايت، إجراءات حلوة، تحرك من الرب فتح ثغرة جدا قوية لسكواد الرن، قدر أنهم يخلصون الفايت بطريقة جدا سريعة وحلوة من غير أي خسارة. لكن السؤال المحير الشباب، سكواد ترابل فيه مع الشباب الثيرد بارتي بالمسافات تعتبر جدا بعيدة حيدر. يعني الثيرد بارتي ماخذ بوزيشن جدا جميل صراحة، لأن أنت حاليا بهذا البوزيشن تقدر تسوي الجيت كيبينج، لكن بنفس الوقت التضامن الزون اللي بعده، يعني انت ما واقف على خط الدائرة وخلص جيت كيبيك مباشرة الى خارج الزون، وبعد اذا صار الزون عندك الهارد شوت ممكن ما راح تقدر تدخله بذاك الشكل بحكم انه انت ما عندك ذاك الانفو القوي. لكن نقطة واحدة فقط، لو التعامل الثيرد بارتي مع هذا البوزيشن كان صحيح ومضبوط 100% من ناحية سينرجي الفريق والتيم وورك والتفاهم بين الفريق، فأنا أضمن لك منه مستحيل راح يشوف الزون اللي بعده إذا ما الثيرد بارتي عنده ما يقل عن 4 أو 6 كيلز. صحيح صحيح، ترجمة بسيطة وتوقعات جدا صائبة من حيدر بأماكن السكوالات، لكن ترابل دي قدرنا نحقق لهم الكل رقم 1. لكن الرن اللي هو الرن جيرماني زيرو كل، لكن مكانهم يعتبر حلو. لكن نشوف في عملية جيت كيبنج حاضرة يا جماعة، جالس نشوف هدوم من الكل. ناخذ نظرة بسيطة تفصيلية للزون وأماكن توزع 16 سكواد. تتكلم عن زون تقريبا ثالث في سان هوك، 16 سكواد 52 لاعب وهارد شفت حرفيا. اترك لك التحليل على الزون هذا وكيف ممكن هم يتقبلون الهارد شفت. حيدر حيدر زون يعني... انا وانا معلق اقول لك صعب، ما ادري انا مصدوم حاليا. يعني زون مباغت، زون مباغت للافرقه، زون تلاحظ حاليا تقريبا 25% اللي هو على اتجاه المياه. يعني انت حاليا خلاص هاي مجازر، مجازر حرفيا راح تكون. يعني كيف الافرقه راح تتداخل؟ من المفروض خلاص هارد بوش مباشر، لكن الثيرد بارتي عمل جميل ضمن الكفر الرباعي اللي هو موجود على الطرف على الطرف الغربي، وهاي افضل نقطه. ران اوي تمركز افضل تمركز حاليا راح يعتبر بالزون، اكيد لازم الثيرد بارتي يقلل من شويه من الموضوع السبلت هذا حرفيا حرفيا. لكن نشوف الاف بي جي من جهه اخرى والشباب برضو من جهه اخرى، لكن الفور اوت مع فهيدان نشوف اللاعبين الكويتيين امام بعض. نشوف راغنر كيوتل فهيدان، اوهو شباب الكوت اقصوا بالكامل من سكواد الفور اوت، اوهو هذا فايت برضو ممكن يكون مفيد لسكواد الفور اوت. لكن نهر 69 تاريخ 69 موجودين وحاضرين معنا، لكن خسارة لاعبين ممكن تؤدي الى حسرة الفريق الى مشاكل جدا كبيرة. هارد شيفت هارد زون مصيبة دخول، راح ندخل في موضوع ممكن يكون تحت محمل الحظ حرفيا او عامل الخبره يا حيدر. اثنين مع بعض، يعني 50% حيكون حظ و 50% حيكون خبره. يعني حتى لو حالفك لحظ فمو من الممكن انه انت حظات تحافظ على المكان اللي انت ماخذه اذا ما عندك اسلوب التوزع اللي يسمح لك انه تحافظ عليه. لكن حد هاي اللحظه ران اوي من اكثر الافرق المرتاحه حرفيا. حرفيا رن اوي جيرماني ولا رن اوي مين؟ جيرماني. شوف ستان يا ستان ماسك، قدروا انهم يحافظون على التله والرج. شوف لهم تقريبا 4 دقائق. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، خلاص الموضوع صار ممل حرفيا للسكوادر، دخلوا تحت ضغط جدا كبير. نشوف الامور كيف راح تنوخذ. 963 وسبري رايح على الرن، لكن مو ما في هذاك الضرر، لابد اللاعب يتراجع في قرار السبري. ممكن يكون السبري مش مفيد، لكن الزوم بدا يضغط، الزوم بدا يشيل، الزوم بدا يعطيهم
صعوبة شوي، لكن اللورد في أطراف الزون وهالبوزيشن اللي يعتبر جدا حلو. نستنى شفت الزون الجاي ونشوف إيش ممكن الزون يعطينا ملامح أكثر فأكثر. ترابل دي تيرت بارتي نايس زون، لكن المصيبة اللي هي في أطراف الزون اللي هي مدينة البوت كامب، يعني الموضوع يدخل تحت ضغط جدا كبير وعالي يا حيدر. نشوف أضرار الزون بدأت تصير واضحة على السكوادات، والترابل دي على الرن، نشوف كيف ممكن يتعاملون الشباب من خارج الزون، والثيرد بارتي بدأ يضغط أكثر وأكثر. الأرجونت العقلية السعودية اللي هو الأجل والتيم ليدر لتيم الثيرد بارتي جالس يعمل عملية تشطيف في أطراف الزون، جالس يحاول بقد ما يقدر يجمع أكثر إنفو أكثر كل في آن واحد. ستان من جهة أخرى ماسك الرج، عنده تخيل بهالرج، جالس يجمع جالس يضغط، لكن الجهة الأخرى تعتبر مش مريحة لستان يا حيدر. نشوف ضغط جالس يجي ضغط السكواد الرن من مدينة البوت كامب. ترابل دي ترابل دي عملية ريفايف ممكن تكون جدا صعبة، وشباب الثيرد بارتي ممكن نقول هم اللي جالس يعطونا جمالية بهالسبلتات اللي قدرت تعطيهم إلى خامس زون بدون خسارة ولا لاعب. هل ممكن سكواد الثيرد بارتي يحافظ على هالمكان اللي لعبت أو خبرة الاي جي الموجودة أعطتهم ثقة بهالنفس وإعطاء مكان جدا مريح؟ نشوف الفراق جانز اللي كانوا متأخرين عن الزون تأخر جدا كبير، ونشوفهم لحد الحين موجودين، لكن نشوف المارليش وين رايح. لورد 759 متر كان تبعدهم عن الزون، وما زال شباب الفراق جانز حاضرين معنا، لكن استقبال سكواد اللورد من الثيرد بارتي، لكن جيتار بالنوك فيزا بتقدم اللاعب الكويت جالس يضغط لأطراف الزون، لكن فيزا اوهو يا فيزا فيزا حصر، لكن تدخلات من جهة أخرى. نشوف الشباب الثيرد بارتي صعب الموضوع، صعب الخيار لسكواد الثيرد بارتي، جاهم سبرايز مش متوقعينه، جاهم خبر مش مفرح، لكن تقدم اللاعب الموريتاني حذر حذر يا حذر على اللورد، لكن الفينش مش موجود، باقي لاعب واحد اللي هو عزيز من الجهة اليسرى، حذر الجهة اليسرى حذر، لابد من التركيز، فاضل لاعب واحد، لكن حيدر مش عنده العلم بوجود عزيز من الجهة الأخرى، لكن هل ممكن تكون عملية الريفايف واضحة لجيتار أو لا؟ لكن دور أراغونت في هالفايت كيف راح يكون مريح؟ يبدو لي أراغونت صار كاشف لعزيز، حلو الموضوع، عزيز حلوة يا أراغونت، ثيرد بارتي 6 كيل، خسارة فيزا راح تكون جدا صعبة، لكن مارلي واللورد اللاعب العراقي لورد أمام ستان، لورد إيش قاعد تسوي؟ لكن جي جي لورد. ترابل دي ترابل دي، لكن يبدو لي في جلتش في الروم، بدأت الأمور تخش تحت منحنى الخطر، وما زالت أواخر الزون بأربع سكوادات و12 لاعب، سيناريو جدا متعب يا حيدر، نقدر نقول حرفيا يعني. أكيد أكيد، يعني إذا تلاحظ حاليا فقط أربعة أو ثلاث أفرقة لحد هذه اللحظة بتسع لاعبين، هذا يعني حيخلص الجيم بسهولة أصلا، يعني خلاص خلص الجيم، ما راح نلاحظ أصلا زون سابع، فقط غلق زون سابع لا وانتهى الموضوع. خلص يعني تقريبا أكثر شخص مستفاد من هذه الحالة الترابل دي على الأغلب بوجود ثلاث لاعبين، وباقي ران أوي خلص راح يتشارك بهذا الفريق من الممكن إذا استخدموا عامل المياه مثل ما تلاحظ حاليا نوك داون مباشر على سلمان، عامل المياه كان الخيار الأفضل، لكن خلاص ضل دي ختموها، ترابل دي ختموها حرفيا، مستوى رائع، خمسة كل، دخولهم بالزون كان جدا حلو، هذا يدل على عقلية الاي جي ال اللي موجود معهم، لكن اللاعب الوحيد اللي هو اي في زد دارك، دارك امام ترابل دي 1 في 3 ممكن نقول، لكن قدرنا نعمل اوه تشيكن دينر للترابل دي، صراحة تشيكن كان حلو، جيم كان صعب، زونات صعبة، تحليلك لسان هوك وختام سان هوك يا حبيبي. تحليلي لسان هوك الزونات يا 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 تركي، يعني الزونات لعبه لعب بالاي جي ال، خلاص disrespect for in game leader، هاي باختصار الزونات ابدا ما احتمت قرارات الاي جي ال، كيفيه التداخل تعرف انت دائما ما بس سان هوك، يعني موضوع روتيشن فيها دائما يكون كتيم ورك، موضوع السبلت هذا من ناحيه سبلت روتيشن اللي هو يكون روتيشن متتالي شيء معدوم شبه معدوم. خلينا نتكلم بس بصوره سريعه ايضا على فريق الترابل دي، ترابل دي ترجم الجيم، ترجم الجيم للتشيكن دينر مثل ما تلاحظ، هو نزوله كان على الجزيره الاخرى، عبور سليم، تواجد سليم، حافظ بوزيشن، اعتمد على الهولد، تلقاه شوية بالكل فيد، أخذ كل يمين كل يسار، لكن عنصر المباغتة هو الأهم اللي اعتمد تربل دي بهذا المباريات. أيضا الزون الأخير كان من صالحة وقدر يترجم الجيم لتشيكن دينر، ومبروك عليهم جي جي. سؤال صريح حيدر، ثيرد بارتي وخسارة الثيرد بارتي
الثيرد بارتي شوف نقطة واحدة بس، الثيرد بارتي السبلتات حلوة وهذا الشيء متفقين عليه، هذا الشيء ينطيك أنف واسع جدا، لكن لازم لا يعني لا يجب انه هذا الفريق او اي فريق اخر يتفهم موضوع انه انغلاقات الدائرة بعد ما خروجك من الزون الثالث الى الرابع والرابع الى الخامس تقليل موضوع السبلت، تقليل التباعد بين اللاعبين، اللعب على اكثر على التيم وورك. لكن الدخول الهاربش اللي حصل على ثيرد بارتي اعتقد انه ثيرد بارتي مشط المنطقه من الخارج، لكن تفاجئ يعني صار عنده سبرايز بوش يعني ما اعرف كيف جاء، لكن انا متاكد انا دا اشاهدهم انه هم مشطوا المنطقه من الخارج. لكن تعرف الافرقه دائما تلعب على عنصر المباغته والحرب خدعه، وهذه كانت حرب حرفيا يعني سان هوك حرب بمعنى الكلمه. طيب تأخر الفراغ غانز وتوسطهم للزون أو الزون الخامس. فراغ غانز متعود على هذا الأسلوب اللعب، يعني أنت تتكلم عن فراغ غانز أصلاً أسلوب لعب فراغ غانز بالسان هوك دائما يكون أسلوب اللايت، أسلوب متأخر، أسلوب ما يخاف من الزون، ممكن يكون جاهز خارج الزون لأكثر فترة طويلة، صاحب نفس طويل أيضاً بهذه الماب. تداخل لفراغ غانز يعني لو تلاحظ دخول البوت كاب من اتجاه اليمين وليس اليسار، يعني لما كان متواجد مع الران أوي او في توسط الدارة اجى بهارد بوش عن طريق على ما اعتقد دراجه مع اللورد وخلص، يعني هذا اسلوب لعب الفراغ غانز، هذا الافرقه اكيد عارفه، يعني انا متاكد الران اوي لما شاف في شخص داخل لتوسط الدارة بهارد بوش خلص دان هذا فراغ غانز، احنا متاكدين من عنده. تعامل الران اوي مع فراغ غانز لكن دخول يدرس صراحه، يدرس بلاعبين برضو كان لورد ومارلي. اكيد جي جي شباب راح ناخذ بريك قصير وراح نرجع لكم بالجيم الثالث من ايفنت الرن اوي تحت تنظيم الوكالة اللبنانية بجائزة 200 دولار. كان معكم اخوكم تركي واخوكم حيدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بالجيم الثالث من إيفنت الرن أوي تحت تنظيم الوكالة اللبنانية بجائزة $100. برضو نرجع نكرر نرحب بالضيف الظريف الخفيف اللطيف حيدر. هاي ميسي وحيدر. حبيبي حبيبي. والله ما أعرف يعني يا أخي تخجلنا يا تركي يا أخي، ما حتى ما نقدر حتى نعطي أي مقدمة. يا عمي إيش تخجل يا أخي، الشعب العراقي عندكم كلام ورقة، ظاهرة من الناس اللي يحبوا الشعب العراقي. حبيبي يا بعد قلب ميرامار و17 سكواد، وهل التارين الأوترا اللي معنا وش ممكن تترجم ميرامار باختصار يا حيدر؟ شوف اكو نقطة بس اذا اذكرها فضل. سابقا معروف الريكو فيتيتين بالماريمار فريق متمكن، حاليا عندك اثنين يعني عندك راقدر وعندك كيوتل، هل يا ترى حشوف شخصية الفور كي فور اوت ايضا بارزة بالايام القادمة واليوم معانا في ماريمار؟ ممكن، لكن على كل حال خط طائرة متوسط، خط طائرة مريح 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 لي لي لجميع الأفرقة. بالنسبة فقط ننتظر ننتظر شفت الزون، شفت الزون هو اللي حيحكم. بعض الأفرقة تكون متوسطة وبعض الأفرقة تكون على حافة الدار الأولى، وبعض أكيد تكون في الخارج، وهذه عوامل ثلاثة أكيد دائما تكون معانا مع كل شفت زون. وبداية من فريق الـ FBG أول فريق هبط عن طريق هذه الطائرة الماريمار، خروج 69 ايضا توزع معروف صراحة على الاغلب انه جميع الافرقة تعرف نزلات البعض، يمكن ما راح نشوف هذاك التضارب. شنو رأيك يا تركي، في تضارب بالنزول او لا؟ بالضبط اتوقع 100% راح يكون في تضارب موضوع الدروب، بحكم انه اغلب السكوادات غير ريجنات غير متعرفين على بعض، بحكم انه ايفنت يعني بين تيمات المينا مش متحدد على ريجن واحد فقط، فممكن نشوف تعارض في الدروبات. لكن نستنى ونشوف الرجل الاول الزون الأول اللي هو راح يعطينا معلومات أكثر تحليلية عن مجريات الجيم الثالث اللي هو جيم الميرامار. لكن يبدو في سكواد ما دخل، كانوا 17 فجأة صار 16، ما ندري إيش ظروف اللعيبة اللي واجهتهم، لكن متمنين لهم التوفيق يا رب العالمين. لكن الزون صعب يعني، أنا وجهة نظري راح يكون زون صعب الأول، متخيل لا دلعهم الخط وعطاهم الزون حلو صراحة. حلو بديهية الحلو يعني، خلينا نقول تقريبا 80% من الأفرقة نازلة على الزون مباشرة، عندك أكيد فقط فريقين نازلين مع بعض في البوز وفريق غانز مع فريق ال JUNRZ بالضبط غونرز، ممكن يكون اسم الفريق. على كل حال بعض الأفرقة خارج الدارة، عندك أربع أفرقة حرفية خارج الدارة على الأغلب. فريق الأكثر مستفاد الفناتيك زومبيز، الكوت، الهوتلاين. هوتلاين أصلا أكثر فريق مستفاد حاليا، يعني أنت تلاحظ هوتلاين مهما كان الزون أمامهم توسط الدارة فارغ ذهابهم مباشرة، أكيد هذا الفريق راح يأخذ الروتيشن على الأزهر بحكم الأزهر بعد هذه الإيري عن خط الطائرة إلى آخره. وأترك لك مجال متعني يا تركي. حبيبي حبيبي حبيبي. خلونا نشوف الثيرد بارتي، لكن اللورد تعرضوا لإقسام سكواد السايدز حرفيا في أول دقيقة في الجيم. لورد نلحق عليكم يا لورد، لوفي يا لوفي، نشوف فيه مطاردة مشيا بالأقدام وبالقن في آن واحد. عبود يا عبود بالمسدس، احنا نشوف فيلم جيمس بوند حرفيا في أول دقائق جيم الميرامار. لوفي جالس يتعرض للدمج، إيما بالجيروسكوب بالمسدس خطير، يا ساتر يا عبود هذه عصابة. التالين أتلا حرب شوارع جالسين نحضرها بين اللورد وبين السايتس، لكن وجود اليوزي مع فخم ممكن يعطي دافع قوي لأخذ كلتش حرفيا على ستيم السايتس، لكن اليوزي مش سلاح مسافات بعيدة. فخم يا فخم، لكن تحويل من اليومبي واليوزي الشاب خلاص وصل إلى مرحلة تهور حرفيا، مرحلة يا نكون أو نكون، لكن عملية الريفايف ممكن راح تكون جدا سهلة بوجود هالكفر. لكن نشوف لاعب عامل فلانك وهالفايتات، وهي من أشد الفايتات صعوبة بحكم الدروب وحكم نقص اللوت، فممكن نشوف خسارة لأحد الطرفين في هالفايت الصعب جدا. نشوف اللورد هم أكثر سكواد يعني بين الطرفين عنده أسلحة، نشوف يوزي ويوم بي في آن واحد، لكن الدم خلاص الهيل صعب، لكن السايتس ما السايت جاسي يحارب بكل ما أوتي من قوة. عبود وجي جي حرفيا سيناريو هذا الشيء ممكن نقول صعب، من أشد السيناريوهات صعبة يا صعوبة يا حيدر، يعني نزلة متقاربين ما في لوت، يعني عامل الحظ ممكن يكون هو العامل الأساسي لأخذ الفايت. لقى يوزي ويوم بي من غير درع وخوذة، خلص الفايت، عمل الريفايف، خسر لاعب واحد، حصل على 4 كل حرفيا. لكن نشوف الثيرد بارتي في مدينة
البوز، لكن نبغى نعرف السكواد ثيرد بارتي هذا ايش، من هو سكواد ثيرد بارتي، ومين هو مانجر ثيرد بارتي، وايش يسوون الثيرد بارتي، وايش وضع الثيرد بارتي حرفيا. خلونا نشوف الجي يو يا عمي على الاختصار، والله اختصارهم حلو بس طويل. يلا جي جي تربل دي، حماس قوي، استعداد، في روح منافسة بعد التشكل اللي جاء على الفحم في سان هوك، معطيهم دافع معنوي جدا حلو. لكن نشوف الحنش اللي موجود معنا اللي هو ستان، وما أدراك ما ستان، وما أدراك ما تاريخ ستان، ومن هو ستان، إيش إنجازات ستان، ووجوده في الرن أوي إيش ممكن نفسر. يبدو لي فيه الكوميونتي عنده تساؤلات جدا كثيرة عن تغييرات اللاعبين. لكن نشوف راغنر، راغنر يا راغنر، من أشد اللاعبين خطورة معنا، هوب الموهبة السعودية، كيوت للقوي القطري، برضو تركتو. نشوف روستر، أكثر روستر عليه استفهامات كثير في الميدل إيست، يا من خارج اللعبة ومن داخل اللعبة، في تويتر، إنستغرام، جروبات واتساب، كيف تشكلوا وإيش الخطة اللي عندهم، وأي ريجن راح يلعبون. الكل جالس يبحث عن السؤال. وجهة نظري أنا أتوقع أن ريجن سعودية. تسألوني شلون، كيف الروستر هذا بنسبة 85% إلى 90% روستر سعودي 100%. كيف وشلون وليش أنا أحس يعني وجود روستر في الريجن السعودي بهالأسامي بيعطي الريجن السعودي يعني منافسة شرسة. أنت قاعد تتكلم في سكوادات جالسة تجهز للريجن السعودي من قبل 4 شهور، يعني حرفياً عندك ترابل دي اللي هم تو جذر سابقا، عندك الاتش كيو، عندك الثيرد بارتي، عندك تويستد مايند بوجود كايتو معهم، عندنا ان شاء الله اني ما انسى اسم، عندك مثلا طويق، عندك مثلا يعني ان شاء الله اني ما نكون قصرنا في حق ما ذكرنا احد، بس برضو المنافسه شرسه راح تكون في الريجن السعودي، ولا يهونون باقي الريجنات الباقيه. انت قاعد تتكلم لو نقدر نقول نحصر الريجن السعودي بالجاهزيه وليس بقوه السكواد، راح ناخذ 10 أسامي في الريجن السعودي جاهزة حرفيا للمنافسة في الريجن السعودي. يعني نقدر نقول أصعب ريجن من ناحية طريقة اللعب، ومن ناحية أسامي اللاعبين، ومن ناحية خبرة اللاعبين، هو الريجن السعودي. برضو ما ننسى رجوع العرب تشامبيونز إلى ساحة المنافسة مرة أخرى إلى الريجن السعودي، بعد ما اتجهوا إلى صناعة المحتوى، أو اتجهوا إلى مثلا اتجاههم اللي هم كان مبني أساسهم عليه اللي هي صناعة المحتوى. بس شفنا لهم توب 3 على السعودية، شفنا طريقة لعب جدا خرافية، رجعتهم للريجن السعودي راح تعطي لذة، وراح تعطي منافسة شرسة بين هالأسامي حرفيا. فاستنى البي ام سي او بفارغ الصبر حرفيا. بس خلونا نشوف سبلتات راغنر وإيش ممكن يقدم راغنر. نشوف الهوت. لاحظت عزيزي تركي، لاحظت شغله، يعني فريق يا دوب بتشكل خلص دروبي بيكادو. اي بالضبط، حركه حلوه. برضو رجوع فهدان الى صفوف الكوت، هذا الشيء برضو يعتبر جدا حلو. ستريح، فهدان، نواف، نينجا، شيء حلو جبار. برضو هنا عندنا السكواد القديم ومن اقدم السكواد، عشان كذا اقول لكم ان شاء الله اني ما نسيت اي اسم، سواء كان 69، سواء كان الفاموس، سواء كانوا اي احد. قاعد تتكلم عن ريجن صعب جدا بغض النظر على الاسامي، فتتكلم عن اسامي جاهزه ومستعده، منظمات، مدربين، روسترات، هاوس كامب، كل شيء راح يكون موجود فيه وموفر. فالريجن السعودي راح يضيف اضافه قويه الى المدريس. برضو قرب بطوله البي ام ان سي اللي هي تعتبر بطوله برضو حلوة، بس انها راح تكون تحت ريجن المنطقة نفسها، يعني ما بين العراق ومصر والسعودية، راح تبدأ بإذن الله في 5 من الشهر الجاي. فهالشيء ممكن يساعد على يعني نمو بيئة الاحتراف عندنا في الميدل إيست بصورة جدا عامة. ناخذ نظرة تحليلية للزون مع الأستاذ حيدر، وإيش ممكن الشفت الجاي للزون؟ يعني تدري شفت الثاني وين راح يكون؟ يعني انا اتخيل قريب على الازهر، الازهر ما راح يكون خارج الزون، والجون كارد المنطقه اللي قريبه او فوق المايدس اللي هي دروب الافست.
وجهة نظري بهاي الصورة، لكن خلينا نجي للعوامل الرئيسية. بس لحظة توسط حيدر دائرة. لحظة حيدر نعم. لحظة، في دونيشن وصل من شخص عزيز على قلبي اللي هو عنابي ب$70. شكرا عنابي، اي لاف يو عناوي عنابي. فور اوت اب، نشوف الروح القطرية وضحت عن سكواد الفور اوت. خذ راحتك استاذ حيدر. شكرا، اكيد نشكر الشباب. نجي للعوامل الاساسيه. عندك فريق الكوت، فريق الافزت من عامل التوسط الدائره. افرقه كثير نلاحظ حاليا افرقه متطرقه لطرف الدائره، وهذا عامل من ممكن يكون عامل سلبي من ناحيه اذا كان في اي هارد شيفت ثاني، لكن بحكم ان هذا زون ثاني ما راح يكون ذاك الهارد شيفت المؤذي صراحه لافرقه. افرقه اللي تلعب باسلوب المتاخر ثلاثه اللي هم الران الجارنز الاف بي جي. مثل ما تلاحظ، مثل ما ذكرت لك، يعني اني ترى اني يعني انسان حيل يعني مخمن للزونات اللي بعده. الازهر ما طلعت ابد، الزون ما مثل ما كان، واكيد الزون سهل، لكن الزون الثالث ايضا حيكون سهل. الثالث الى الرابع هو زون الهارد شيفت الى اخره. سبلتات جميله من الكوت، تداخل من 963. الثيرد بارتي حاليا لابد ان يغير الوجه بحكم انه دا يتضارب مع روتيشن مع التي اي سي. الهوت لاين متطرق للزون، راح يتداخل متاكد راح يتوسط. الاف زد فايت، انقذني تركي، لازم تقاطعني، لازم، انا ما اقدر اسكت، يعني ياخذني الحماس مباشره. التحليل يعني تنطلق، يعني انت تحتاج ساعتين تحليل. ما اقدر. بالعكس بالعكس بالعكس، صراحه موضوع التحليل في الاقيام يعتبر حلو صراحه، يعطي متعه لللايف حرفيا. من وجهه نظري انه انتهينا من موضوع التعليق والحماس والتعليق الا في المحافل اللي ممكن تكون كبيره. وجود هالايفنتات او داعمين هالايفنتات يعني يوضح رساله حلوه للناس. لكن نشوف الاف زد في فايت كلوز وصعب ومصيري مع سكواد 963، وخساره صعبه تصير. هو اللاعب ممكن يكون الثالث ناجي وحيد، موضوع راح يكون جدا صعب. ننتقل الى تلت لوس ليونس، نقدر نقول عن سكواد الفاناتك زومبي امام سكواد الاي اف زد. لكن نشوف الشباب مولعوها خلاص، الفايتات بدأت تدخل في منحنى الخطورة حرفيا يا حيدر. نشوف حسين اللاعب الناجي من سكواد الجي ان زد جاز يلعب بعداد العمر بهالمكان، يعتبر مكان جدا مفتوح، اعتماده على السنايبر جدا كبير. بالتوفيق. نشوف في احد جاي من طرف المارد، مين المارد اللي ولع لنا البث هذا؟ في واحد طير البث فوق. الو، شوف البث جالس يطير. الو 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 الو، مين المارد؟ تكفون تكفى من ال... اح اح اح، ايش الدخول؟ الدخول صعب دخول. الو، شوف الاشتراكات ما توقف والدنيا ما توقف. وجي جي 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 طيران، عصر السرعه 2021. الو، مشكور مشكور على الدعم، ان شاء الله نحاول نعرف مين سكوادك ومنهم الدعم اللي جاي عن طريق مين. يبدو لي هو سكواد المارد هذا اذا ما خاب ظني، يعني تدري مو راضي يفتح العدد اللايف من كثر الناس اللي خلو، حتى ما شاء الله. البث علق، يعني البث علق حرفيا. جي جي مارد، جي جي والله مارد، المارد سحبنا صراحه. يلا جي جي، كم وصل عندك البث؟ معلق عندي في الستريم لابس ترى 200. يلا جي جي، شوف سالم يا سالم. قول له لا 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 يا عمي، دخول دخول، تسجيل دخول باسم المارد. المارد مش حيخلينا نركز على البث يا جماعه. نشوف الكوت من جهه اخرى، صار استريح، ممكن هو يجمع انفو بقد ما يقدر. الكومباوند يعتبر سلس او خصب حرفيا يا حيدر اللي ماسكينه شباب الكوت. بتخصنيها شويه شباب الكوت حاليا، ما حد يقدر يخترق صفوفي، دير بالك. عندك نوك داون على تراك 2 مباشره. ثلاث لاعبين، توزع جدا سليم. لاعب بالاي جي ال معروف نينجا، متخذ توسط الدائره اكثر مثل ما تلاحظ. سبرايات كذا، لونج شوت، هذا بديهيه لفرض السيطره على هذه الايري بالذات. لكن توزع الافرقه سليم، يعني لما تشاهد من الماب فيد توزع سليم، ما اعتقد في اي هارد شيفت للزون اللي بعده. ايضا عنده فريق واحد فقط يلعب باسلوب المتاخر، هم الران اواي. سيرد بارتي قدرون يخشون الزون بعد ما كان عندهم مصيبه حرفيا او زنقه مقاطعه. نعم،
لكن شوف عملية الجيت كيبنج واضحة، وشباب الفناتك زومبي ما زالوا في موضوع الجيت كيبنج أمام سكواد الإي إف زد. دارك، زاكي، هايبكس حاضرين، لكن يبدو لي هوب صار كاشف للشباب. لكن شوف شباب الفور أوت بسبلتات اللي هم كاشفين تعتبر من وجهة نظري خطرة جدا بوجود تلة أو هاي بالجهة اليمنى. لكن شوف راجنر جالس يلعب لعبة المحببة لدي اللي هي لعبة سنايبر بالام 24، هل ممكن يعطينا نوك على فهدان من هالمسافة؟ راجنر يا راجنر نينجا بال 1 اتش بي حرفيا يا حيدر. اكيد اكيد، يعني هذا الشاب يعني حاليا يعتبر قرابة من اكثر اللاعبين في الشرق الاوسط ملهمين على السنايبر وشاهد الزون. واو، يعني تتكلم عن تضاريس هاي اماكن اوبن اريا متفرقات، تضاريس صعبه، ما اعرف الله يسعد الافرقه صراحه. يعني هذا المكان شويه مزعج، كيفيه التداخل ما اعرف. ممكن تفسر لنا بس استاذ حيدر؟ شوف انا اقول لك، الاف بي جي خلص الدخول من طرف الضيق، هذا متعرف عليه، لكن يجب استغلال الرن اوي. يعني شوف الرن اوي حاليا لحد هذه اللحظه متوقف مع بعض، لاعب على اساس التيم ورك. سبلت ممكن يتصرفون بصوره افضل، ممكن ارسل شخص على الطرف اليمين، شخص على الطرف اليسار، اقطع اي روتيشن يجيني من الزوايا الضيقه مباشره. فريق الكوت لازم هارد بوش مباشره، لازم تداخل من نفس المنطقه بعيد عن 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 متذيله. مثل ما تلاحظ الثيرد بارتي ايضا تداخل مع الفور اوت حرفيا، بس هو ممكن يكون كاشف للثيرد بارتي، صار كاشف لهم وعارف مكانهم. خلونا نشوف اللاعب الموريتاني وكيف راح تكون تعارض هالروتيشنات الخطيره بين سكواد الفور اوت والكوت في ان الواحد. نشوف اسامي بارزه معنا في مثلث يعتبر رعب بين ثيرد بارتي وبين الكوت وبين الفور اوت. لكن نينجا يا نينجا سانجي قدر يجيب النوك الاول على سكواد الترابل دي. العماني الساحر، العماني التالي الاوتلا، العماني المجنون الحاضر معنا مع صفوف ال 69، لكن يبدو الكل فيد متاخر. نشوف ابو فلاح حاضر معي، هوب اخذ اراجونت نوك فينش، حرفيا نوك فينش، خسر شباب الثيرد بارتي حرفيا ماساه كبيره اللي هي خساره الاي جي ال الصعبه. نشوف فيزا اللاعب الكويتي في صفوف الثيرد بارتي، هل ممكن يكون كاشف على راجنر من الجهه اليسرى؟ يبدو لي في ضعف انفو عند شباب الثيرد بارتي بتمركز سبلتات الهوب بحكم وجود تضاريس تسمح لشباب الفور اوت باعطاء او تحديد توزع شباب الثيرد بارتي. خلونا نشوف الهوب، الهوب يا الهوب امام حدر، خلاص صار كاشف يمين حدر، هوب يا الهوب. خساره ارجونت حيدر بكل اختصار، اكيد خساره مؤذيه لاي فريق، اي فريق يخسر لاعب بمعنى انت حاليا مضيع 25% من فرصتك بالنجاح او ترجمه هذا الجيم للتشيكن دينر، هذا شيء بديهيه. لكن مثل ما تلاحظ يعني الثيرد بارتي خسر لاعب، الفور اوت ايضا خسر لاعب، معادله متتاليه. لكن لاحظ لي شخصيه، فقط شخصيه راجنر، يعني الشاب ماخذ فايت كلوز ضد ثلاثه وده يتعامل بالاسلوب الصح. عندك اثنين من الفور اوت ايضا ماخذين طرف الدائره، جيت كيبك صحيح، ابتعاد اللاعب وترجمته انه كيفيه ابتعد، متى ابتعد عن مرمى النيد ومتى اكون قريب الاخري، والكفرمنت العالي جدا من هوب عن طريق الهاي، وهذا الشيء متعرف عليه ثيرد بارتي. لكن حاليا يعني ثيرد بارتي يعتبر خسران هذا الفايت اذا ما انسحب وتم اختيار جانب اخر لدخول الزون بحكم التضاريس، بحكم هذه الزون لا ترحم. يعني انت لحد الان ما داخل زون، طيب كيف راح تترجم الزون اللي بعده لو كان ايضا هارد شيفت عليك؟ انت ما عندك اي معطيات، اي بمعنى راح تنجبر وتدخل بموضوع الهارد بوش الى اخره. مثل ما تلاحظ حاليا الزون نفس ما تكلمت، يعني هذا الهارد شيفت ثيرد بارتي حاليا دخولهم للزون راح يعتبر معجزه، لكن معجزه لابد ان تتحقق، ماكو معجزه مستحيله، معجزه هي لازم ان تتحقق. ولكن ثيرد بارتي بدخولهم الهارد بوش هذا شيء حرفي اكيد. تلاحظ حاليا الفريق الاكثر مستفاد مثل مابت السانهوك هو فريق ران اواي، يعني هذا فريق حاليا جاي يتعامل بحكم خبره ساتان وتواجده مع الفريق، اكيد يعطي هذا الاتشيفمنت العالي. التي اي سي دخولهم جدا جميل، توزعهم لما تلاحظ ايضا على شفت الدائره كيف التوزع شيء خيالي. خاطعني يا تركي ارجوك، انا ما اقدر اسكت، اتكلم لك عن كل الافرقه حاليا، لازم تقول لي حيدر كابيلا. لا خذ راحتك خذ راحتك استاذ حيدر. لكن نشوف الستان وسبارو حرفيا بوزيشن يعتبر جدا مريح لسكواد الرن اوي حرفيا، لكن يبدو لي موقف ال 963 اللي هو معطي احنا مش موجودين، انا راح ناخذ الروتيشن من غير اي مشاكل معكم ايها الرن اوي.
لكن في مآسات موجودة معنا اللي هم سكواد الاف بي جي واللورد والثيرد بارتي والاف زد في آن واحد. لكن شوف عقلية بوفلاح بريتوشن من طرف اليسار حرفيا بدخول الزر، لكن يبدو لي في استقبال حلو ومريح. لكن علي من سكواد 69 هو يعتبر مفتاح الفايت لسكواد 69، قبل ما يجيب النوك الاول ممكن يكون النوك الثاني، لكن علي بالدمج العالي على ال 963 بحكم ال 963 بيكون بوزيشن رائع اللي هو الهاي بوزيشن اللي موجود عندهم. لكن ثقة ال 69 والكفر اللي موجود عندهم الكومباوند معطيهم سبريهات جدا مريحة، وجالسين يضغطون من اتجاهين من اليمين ومن اليسار في آن واحد، لكن هم مجبورين. لكن نشوف اللاعب الاماراتي ابو فلاح متقدم جالس يضغط اكثر فاكثر بطريقه جدا حلوه. ابو فلاح جالس يتعرض للدمج، لكن ابو فلاح قدر انه ينجي نفسه بكفر جدا مريح، لكن دعم من اللاعب السعودي برضو بدران اعطى اريحيه لابو فلاح. خلونا نشوف بدران، بدران يا بدران 963 جالس يكون تحت خصام شديد او زعل كبير امام سكواد 963. اوه 69 يا 69 تاريخ الببجي موبايل حرفيا بالخبرة بالقوة جالسين ياخذون فايت جدا صعب ومصيري مع 963 على اطراف الزون. لكن جي جي لكل بداية النهاية، 963 ختموا الفايت بصبر بتوزع جدا مجنون. لكن شوف في اجريسيف شوي من تقدم ابو فلاح يا حيدر، يعني بعض الشيء كان في حلول افضل، في حلول يعني ما تعرف التاكيد يعني هذا ترى هذا الشخص يعني عنده عامل اخر غير الشوتينج رينج، او ممكن يستخدم عامل النيد او فلانك اتخاذ زوايا 90 الاخري او الريفايف الى اخره. في كثير عوامل كانت من الممكن ان تترجم هذا الفايت لعدم الخساره، لكن جيجي اكيد ما قصر. المافيد مشتعل صراحه يا تركين، المافيد يعني تداخلات يمين يسار، لكن هذا الزون شوية أعطى نفسه للكوت، فريق الكوت من فريق المستفاد. عندك ناتيات بارتي تداخل، لازم تتداخل يا تركي، لازم تتداخل حالي بهذا الفريق. أوف موريتانيا أمام هالكومباوند حاضر بالنيد، نيت والنيد، لكن الموريتانيا أمام الاف بي جي والون في ون حاضر والحذر حاضر. واو واو واو. أوهو يا حذر عملها الموريتاني، سواها الموريتاني المجنون. لكن الكوت مع سكواد الفر اوت حرفيا راجنر هوب كيوتل فايت بين اصحاب لكن بالجيم منافسين، الهوب بالضغط على الكوت، لكن فهيدان فهيدان يا فهيدان عطل صفوف الفور اوت بالخبرة، اعطى هوب نوك، وقف الهوب، وقف الفور اوت بقوة الفهيدان وجرات الفهيدان في الزونات الاخيرة، جالس يعطينا نكهة فهيدان يرجعنا لاجواء بي ام بي ال حرفيا. شوف كيف وقف الناس على هجومية سكواد الفور اوت، لكن في فايت كلوز واضح. اوهو مصيبة حلت على الكوت، الكوت يا الكوت، لكن كيوتل ناجي وحيد من سكواد الفور اوت. خلونا نشوف كيف ممكن يصير ترجمة هالفايت الكلوز بين الكوت وبين الفور اوت. نشوف كيوتل بهالنيت وجي جي كيوتل. اوه شباب سيرت بارك جالس تعرضون لاقصاءات، خلونا نشوف الرن، ستان يا ستان بالنوك، اصبروا يا اصبروا. نشوف الرن اوي هم الاقرب، هم الاسهل حرفيا بهالزون حيدر. طبعا يعني هذا شيء بسان هوك، وحاليا ايضا باري مارد يطبق نفس الشيء مثل ما قلت لك، هاي خبره تاجر واضحه، حيل واضحه يعني اتخاذ اوكي عنصر الحظ موجود، لكن عنصر اتخاذ هذه الزونات بهذه الزوايا اكيد. انا قلت لك هاي تضاريس صعبه، هذه الوقفات يا تركي يعني هاي الوقفات تتعامل معاها مع التضاريس، لازم تكون البوزيشن اللي انت ماخذه قريب على اماكن مفتوحه، قريب على اماكن صعب يتم اتخاذه، وهذا الشيء اللي سواه ران اوي. لكن بوش مباشر من الثيرد بارتي، ارجوك تكلم لي شويه يا تركي. اوه يا الثيرد بارتي، في جراءه من سكواد الثيرد بارتي على صفوف الران اوي، لكن ستان والشباب جالسين يضغطون حجر يا حجر، الموريتاني اللاعب الخطير المهاري، لكن الرن بهالهاي كاشفين على تقدم الثيرد بارتي بطريقة حلوة واحترافية. لكن سالم ستان اصبر كيف ممكن تتعاملون مع هالفايت، لكن تي سي من الجهة اليسرى جالسين يضيقون النطاق شوي على الرن اوي، لكن لاعب واحد اللي هو ستان هو اللي ضاغط، لكن ستان يقع بالنوك مرة اخرى، وهذه رسالة حلوة ومفيدة لسكواد الثيرد بارتي بالتقدم.
لكن ضغط من اللاعب السعودي جيتار على الرن وفهيدان ملهينا بالكلفيد، فهيدان ممتعنا بالكلفيد. نشوف الشباب يعين على الايم بالجيتار حلوة، لكن حدر بالنوك الزون جالس يضغط على الشباب الثيرد بار. خلونا نشوف جيتار جي جي فهيدان استريح النوك، استريح بالكلوز، استريح بالهجوم، استريح بالجراء، استريح يا استريح. هل ممكن يريح هالكومباوند استريح؟ وهو جنون الكود امام ترابل جي. هو استريح، جراءة استريح، قوة استريح، خبرة استريح، لكن لكل بداية النهاية أيها المشاهدون الأعزاء. الرن رب هو الناجي الوحيد الحاضر من سكواد الرن أوي. الرب راح ياخذ أصعب فايت ممكن يصير اللي هو 1v4. الرب يا الرب، الرب ممكن يعملها. الرب خطف النوك الأول، خطف النوك الأول، خطف النوك الثاني، ممكن يعطينا ببجي موبايل. أعطيني الجيم، أعطيني هالفايت، أعطيني ترجمة هالفايت. الرب ممكن يسويها، ممكن يختمها، ممكن يعالجها، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. وتشيكن دينر محقق للتي اي سي حرفيا. رنا وين مركز ثاني؟ الكوت مركز ثالث، ترابل دي مركز رابع. زي ما انتم شايفين الترتيب الواضح معنا في هالجيم ونهاية الجيم اللي كان جدا استراتيجي ومريح. حيدر ميرامار باختصار. ماري مار باختصار. طبعا عندك فريق التي اي سي وصاحب تشيكن دينر ايضا في مابت سان هوك بسبعة كيل، وحاليا عزز نقاطه بعشرة كيلز ايضا، وتشيكن دينر مستحق. تعامل صحيح، لكن غفوة من فريق الران اوي. مثل ما لاحظنا الهارد شيفت كان لمصلحة الران اوي، لكن توزع الران اوي وانغلاقه على زاوية اليمين فقط، هي زاوية اللي اتى منها بوش من عن طريق فريق الثيرد بارتي. ما توزع على الاتجاهين، ما ارسل، ما دفع لاعب اخر لاتجاه مغاير، واستغل هذا الشيء فريق التي اي سي. وترجمة صحيح، يعني انت عندك منطقة ضيقة من ممكن اتدخل من عندها، فيها هاي تساعدني على اتخاذ افضل فايت ممكن في هذه الدائره. قلت لك انه الموضوع تضاريس صعبه، فتعامل تي اي سي بموضوع غفوه من الران اوي جدا جميله. هنيهم عاشتيتهم على التمركز، لكن ايضا انا بعطيك كلمه انه يعني اوكي، من الممكن انه تي اي سي روتيشن كان سليم من بدايه الدائره، تداخل كان يستخدم موضوع الهولد بحكم انه هذا الفريق يا تركي انه عنده تشيكن دينر صاحب نقاط جيده ايضا في مابت في مابت الارانجل، فما ما يحتاج ذاك الاجريسيف العالي. حاليا عزز نقاطه، ف 100% الباب الاخير ايضا حيكون اسلوب الهولدنج اكثر شيء حيتعامل معاه، ما راح يتعامل على موضوع الثيرد بارتي الى اخره. جي جي ويل بلاي تي اي سي. باقي الافرقه ما قصرت اكيد، بعض الهفوات من بعض الافرقه المتوسطه الترتيب حاليا معانا في ماري مار. مثل ما لاحظت ايضا فريق الفور اوت، الجيت كيبنج المخيف اللي كان على فريق الثيرد بارتي، وكيفيه عدم تداخل وتداخل ايضا الفايت مع فريق الكوت. يعني الافرقه صراحه قدم لنا متعه يا تركي. الافرقه جاي تبدل، الافرقه جاي تقول لك انه احنا جايين للريجينات القادمه، داخلين لبطوله البي ام سي او باداء افضل واداء مميز، وهذا الشيء اللي نلاحظه حرفيا بالسين العربي. مشكور استاذ حيدر. راح نطلع فاصل ونواصل بجيم رينج الختامي لايفنت الرن اوي بجائزه $200.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناكم بالجيم الأخير من إيفنت الرن أوي بجائزة 100 دولار، معنا الضيف الحلو الخفيف اللطيف اللي هو حيدر. خط الطائرة عندك يا حيدر. خط الطيارة متوسط من بابة أرانجل، وهذا شيء طبيعي. ولاحظنا شوية اليوم ترى خطوط الطيارة يعني جاية مع الشباب صراحة في هذا الإيفنت. فقط الزولات حاليا جاي تلعب بعامل معاكس لمفهوم الان جيم ليد، مفهوم الافرقه. خط طياره ممتاز، خط طياره ممكن الافرقه جميعها تقدر تتوجه للمكان الدروب، ما راح نشوف ذاك التضارب. فقط مثل ما لاحظنا بعض التضارب اللي سبق في مابه ارانجر الاولى، ان شاء الله يكسر خف. مثل ما تلاحظ حاليا فريق الكوت محضن، حرفيا محضن في المطار مع الران اوي، وعندك ثلاثة أفرقة نازلة في، لكن سحاب الكوت على الدروب الأساسي. السايتس مباشرة مع ران جيرماني اللي هو يلعب مع ساتان. ممكن تزيدني بهذه المعلومة تركي؟ أتوقع معهم، بس ما في إعلان رسمي عن وجود ساتان في صفوف الرنوي، لكن الحال اللي قدامنا جالسين نشوفه الرنوي ساتان، فتوفيق صراحة. صح، نستنى الزون الأول ونشوف إيش ممكن الزون الأول يترجم لنا حكايات وتفاصيل ممكن نعيشها في الجيم الأخير من الرن أوي. نستنى ونشوف السايتس والرن في نفس الدروب اللي هو الميلتري بيس، في أجواء ممكن تكون أجواء غير مناسبة أو غير محببة في الانجل. 15 سكواد و60 لاعب حاضر معنا. شوف البوتشينكي خالية تماماً حرفيا، بوجود الفراغ غانز مش موجودين، لكن زون يعتبر مريح نوعا ما. تقريبا مشابه للجيم الاول بعض الشيء، لكن شويه ماخذ من اتجاهات المياه واتجاهات ليفوكا ايضا. صراحه فريق التي اي سي حاليا يعني انا من مكاني جالس اسمع الصافرات انه خلاص ضمننا الايفنت يا شباب، عندنا نقاط جيده، صداره مضمونه، لكن لعب قليل يحتاج بعض السمارت، شويه يكون ذكي من ناحيه التوسط. على الاغلب هذا الفريق يلعب على اساس التوسط، واوريدي ايضا خط الطياره ما كان ذاك الخط القريب، ما في ذاك الدروب المقارب. مثل ما تلاحظ حاليا تي اي سي اكثر فريق مرتاح من ناحيه هذا الزون، بغض النظر عن نتيجتهم اصلا، ان لحد هذه اللحظه هو المتصدر هذا الايفنت من منظمه الران اوي. نلاحظ على كل فيد يا عزيزي ليجند، ولا شنو تقول ليجند راس ليجند احد في تركي. وشباب الثيرد بارتي جالسين يتعرضون لاقصاءات بالمجان حرفيا، باقي حدر هو الناجي الوحيد امام سكواد بالكامل. حدر في مكان صعب، لكن حدر بهذا السجن وضغط واضح من حدر. حدر يا حدر، ثيرد بارتي مكانهم جدا صعب، جدا 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 جدا. نشوف الأضرار واضحة عليهم، خسارة لاعب تلو الآخر، الناجي الوحيد اللي هو أرا جونت حرفيا، بعد خسارة 3 لاعبين وأهم اللاعبين. لكن جي جي والبليد ثيرد بارتي، أرا جونت راح يكون عليك ضغط جدا كبير. الشباب قدروا أن يضمنوا لهم 3 كيلز، كانت جدا مريحة وممتازة لهم، لكن قدروا انهم يستكشفون دروب الثيرد بارتي وانقضوا عليهم، اخذوا الفايت 4-3 يا حيدر. صحيح، تيم ورك عالي كان من الاي في زد، تعاملوا معاه باسلوب موجود هنا شخص خلاص يا شباب، يد وحده مع بعض، تيم ورك اكثر، نتداخل عليه ناخذ الكل بوينت، نتداخل على اللي بعده وكذلك، وسببه نقص عددي للثيرد بارتي. لكن في فايت وشيك في سيفرني، اسف في نعم في سيفرني مع الفور اوت والاف بي جي. شوف تراكتو يا تراكتو، اللاعب منقذ بالنوك، لكن نشوف كيوتل يا كيوتل، نشوف راجنر بالتقدم، راجنر صار مكشوف، لكن الكفر الواضح من كيوتل وهالايم الخطير والقوي من كيوتل. نشوف هوب النوك راجنر، ممكن موضوع الريفايف راح يكون جدا سهل، لكن شباب الاف بي جي موضوعهم جدا صعب بحكم نقص اللوت وتوزع شباب الفور اوت من الجهه اليمنى وضغطهم القوي حرفيا. نشوف الاف بي جي مفازه كيف ممكن يترجم خسره، يا عيني عليه. اوه قدرنا يجيب التراكتو بالنوك والفينش، هذه ثغره كانت مكشوفه للفور اوت يا حيدر. حير واضحه اصلا، وتعامل ايضا يعني ما دروب سيفرني متعود عليه لاعبين من فريق الفار اوت
اللي هو راجنر وكيوتل، اكيد تعامله حيكون وشيك معاهم زياده عدديه حاليا متواجده او متتاليه بدبل فينش على الفريقين ايضا. بكل الاحوال كل الاحوال الفريق اللي راح يطلع ربحان من هذه الجوله ايضا ما راح يكون ذاك المستفاد الكبير من هذا المباريات. حلوه، لكن من جهه اخرى نشوف الرن بخساره الستان والابتعاد عن مرمى الميلتري بيس حرفيا. تعرض الدروبات ممكن هي تدخلك تحت ضغط كبير استاذ ليجن، استاذ حيدر معليش. اليوم احنا ليجن براسه بدا يطلع. احلى تحيه منا للمقدم والمعلم. اكيد اكيد احلى تحيه. اللي موجود معنا من تحت الهواء. بالتوفيق للجميع، ان شاء الله الفتره الجايه يبدو لي في تكدس او ضغط على موضوع التدريب من ناحيه الايفنتات ومن ناحيه السكريمات ومن ناحيه البطولات للتجهيز للنسخه الثانيه حرفيا. اللي هي PMCO. بالتوفيق لجميع السكوادات. حيدر راح نفتح لك الماب وراح نخليك تنطلق لمدة دقيقتين على تحليلنا لهالماب الموجود معنا. أنا قبل ما أتدخل في الموضوع لاحظ لي ذكاء الران أوي. شوف ران أوي نقاطه جيدة، ممكن يربح هذا الإيفنت عن طريق يحتاج نقاط شوية عالية أكيد بهذا الماب، لكن عرف إنه TAC نزوله لفوكا. اذا مكان توقف هذا التيم الران اوي ليس محض الصدفه، لا هذا شيء مدروس. وحاليا مثل ما تشاهد تي اي سي ياخذ هذا التوسع حتى يضمن اكبر مكان من الدائره حتى يفضل يحصل على الانفورميشن العالي لاخره. طيب بصوره عامه عندنا ثلاث معطيات اكيد دائما نذكرها، ولازم يعني لازم هذا الشيء لازم نذكره، انه عندنا في افرقه متوسطه، افرقه على طرف خط الدائره، افرقه لحد الان مستخدمه موضوع اللوت. يلا يا شباب نقوي لوتنا اكثر، ما عندنا اي مشكله. الزون جاي، الزون سهل اصلا، الدائره سهله، افرقه جاي تتداخل، افرقه جاي تتوزع حاليا مثل فريق اللورد جاي يتوسط الدائره يريد يحكم الشفت الثاني والشفت الثالث بدون اي روتيشن بدون اي خساره. ومثل ما تلاحظ حاليا فريق الفور اوت خلاص يعني نهى على امال فريق الاف في، وهذا لكن عامل عندك انه فقط لاعبين راح يكمل هذه المباريات. اكيد انه انت حاليا خسران نصف الفريق، اي بمعنى خسران نصف تحقيق ربح هذه المباراه وترجمه هذا الجيم للتشيكن دينر. تداخل بعض الروتيشنات حاليا من اتجاه الجنوب مع الفاناتيك زومبيز ال 3D، فريق الكوت تمركز لحد هذه اللحظه ما اعتقد راح يسوي. نعم عزيزي التركي ممكن تخلي ميوت بعد. الى اخره هي ثيرد بارتي اختار قرار اللاعب الوحيد الذي راح يلعب على اكيد راح يلعب على اطراف الدائره ليضمن اكثر نقاط تمركز. ما في اليد حيله وهذا الشيء وارد اكيد. الافرقه المرتاحه لحد هذه اللحظه افرقه المتوسطه اكيد بحكم انه هو ما محتاج خلاص انا ما محتاج اسوي روتيشن للزون اللي بعده، ضامن الزون اللي بعده الى اخره. في افرقه عندنا جاي تلعب باسلوب متاخر، سالت عن اسم الفريق اللي هو فريق الجانز ار زد اي جي ال. حسين ايضا شاب كان يلعب سابقا في الموسم الماضي مع فريق الفراغ جانز. عندنا تداخل فايت وشيك وكلوز واضح من فريق الافزت على فريق ال 3D، خساره لاعب من لاعبين 3D، تغيير مجرى روتيشن، تغيير مجرى تمركز ايضا. قرار سليم من وجهه نظري، انه هذا قرار افضل قرار ممكن تتخذه. خلاص عندك السكاوت ما قدر يتعامل مع حلول اتخاذ هذا البوزيشن، سبرايز مفاجئ من الافزت بحكم هذا الفريق ماخذ هذا الهولد. تداخل متاخر بعض الشيء من فريق السايس، هذا التداخل من ممكن انه حيكون متداخل مع 69، لكن لما نلاحظ 69 على منظور الماب فيد 69 ماخذ يعني سبريد جدا واسع. يعني بروموسكا عندك علي في اتجاه الكواري، عندك سانجي اتجاه الجسر، عندك بدران. ما اعرف هل يا ترى في تكتيك معين عند الفريق، لكن اكيد لابد ان يجتمع هذا الفريق اكثر بحكم انه تداخل الزون اللي بعده. لكن عامل الهولدنج من بدران راح يكون مؤذي صراحه للسايس، فريق السايس بالذات.
الى اخره. ننتظر، ننتظر تداخل الزون الاول، ننتظر شفت الزون الاول، ننتظر ماهيه. هل ترى الزون راح يكون مضطر وراح يظل وقف على اتجاهات المياه من اتجاه لفوفكي او العكس صحيح؟ هذه كلها معطيات للمستقبل ما نقدر نخمن بها صراحه. توزع الافرقه توزع جميل مثل ما تلاحظ حاليا عبور السايس ما قدر اللاعب يتعامل معاه، لكن اكيد تداخل من فريق 69 بالزياده العدديه، يعني يحتاج الان فريق 69 الزياده العدديه وتوسيع مجرى النظر. لكن لو تلاحظ بالمات فيد ايضا يا عزيزه تركي كريزي اتخاذ البوزيشن كريزي من هذه المنطقه على اتجاه الزون هو قطع روتيشن بحتي لفريق السايس. هذا قطع روتيشن ما خلص يا صديقي، انت عبرت الجسر من الممكن ان تنجح لكن غير من الممكن انه تقدر تتداخل للزون اللي بعده. نعم اكيد اتخاذ فايت 1 في 1 وانت عندك اصدقائك اصلا ماخذين لك الكفر العالي وهذا الهاي. خلاص الفريق راح يضطر للتداخل. واو 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 هذه غفوه، هذه غفوه غفوه من فريق السايدز، يعني عدم اتخاذ انفو، ما عنده انفو ذاك انه في لاعب الى اخره. اكيد اكيد يعني هذا الفايت لازم يخلص بخساره احد الافرقه. يعني انت حاليا ماخذ فايت خارج الزون، عندك نقص لاعبين من كلتا الطرفين، عدم انسحاب هذا شيء وارد واكيد لهذا الفريق. خلاص عندي اغلاط فرديه صارت معي، لكن مثل ما ذكرت انه هو مجرد ايفنت تدريبي للافرقه، لكن بحكم وبخبره ال 69 نقدر نحلل هذا الفايت بالذات انه فايت لكسب المتعه، ممكن نتكلم عن هذا الأسلوب. صوتك ما موجود تركي على ما اعتقد. خلونا نشوف كيف راح يكون الموضوع. الحين قاعد اتكلم من اليوم معلق والصوت مش موجود. الكوت نينجا في هيدان استريح، كيف ممكن تترجم هالتحركات اللي تعتبر جدا حلوه ومثيره؟ منورين اللي معنا بالفايت دعس زورو اكتوبر، الشباب اللي موجودين معنا لا تنسوا لنا من اللايك والاشتراك في القناه، نقدر نوصل لاكبر عدد لايكات منكم يا احلى كوميونتي في الشرق الاوسط. بالتوفيق لجميع الافرقه في هالايفنت المدعوم من الرن اواي ب 200 دولار، لكن كوكا ولعها بالنيد، كوكا ابتداها، كوكا ولعها، كوكا ممكن يعملها، كوكا على 963، كوكا لكن الابتعاد عن مرمى كوكا يعتبر صعب، لكن خلونا نشوف الكوكا يا كوكا والتفنيش الحاضر من الكوكا. خلونا نشوف هالفايت الكلوز 15 دقيقة، نقدر نقول أول ربع ساعة من بداية الجيم الأخير. سبري يمين سبري يسار، كوكا إزهير يا جماعة،
لكن شوف الاغا من سكوادرن اسكتران قدروا انهم يبتعدون ويمسكون هالكومباوند ويعملون فيه عمليه الجيت كيبنج يا جماعه الخير. نستنى ونشوف هل ممكن يكون كاشف لهم. لكن خلاص صبغ شوف انه السبراي الخطير لكن الدمج كبير جدا. لكن نستنى ونشوف كيف راح تترجم هالفايت المصير بين الرن اواي وال963 في ان واحد. كوكا جالس يتعرض لضرر كوكا يا كوكا لكن دور السبورت رائع في هالفايت. نشوف في كمية هدوء في هالفايت يا حيدر بين هالطرفين. وبصراحة يعني هو ما مضطر ياخذ هذا الفايت حاليا انه خلص العب على عامل انه احقق لوك داون احقق اغلاط من الفريق اللي اني ماخذ الفايت معاه. الفريق متوسط دائرة يعني ما يريد مخاطرة ذيك الكبرى. انت ما ماخذ لا طرف دائرة ولا انت متعامل مع الزون وعندك مشاكل زون الى اخره. لا من الممكن انه يكسب تاخر بهذا الفايت. لكن اكيد احنا متعودين انه دائما اي فايت يكون ياخذ اكثر من 30 ثانية إلى دقيقة يكون صعب على الفريقين من ناحية الثيرد بارتي من ناحية قراءة الكل فيد للأفرقة المجاورة. صحيح صحيح أستاذ حيدر. لكن في أخبار سيئة تعطينا أن الأيباك 5%. لكن الرن والكوكا ترجموا هالفايت إلى شجاعة حرفية ترجموا إلى قوة. رن أوي يا الرن أوي كوكا بالنيل كوكا بالإصرار كوكا بالبوش لكن أنهوا مصير سكواد 963 عن طريق اللاعب كوكا. لكن شوف ترابل دي يبدو لي عندهم انفو بوجود فايت واضح وحصري عند الشباب. نقصر شوي الإضاءة بحيث أنه نقدر نوصل معكم إلى آخر الجيم. تي سي تلقوا ضرر اللي هم متصدرين هل إيفنت حرفيا خسارة لاعبين تعتبر صعبة. كوفن سينكي نشوف كيف راح يطلعون من هالمصيبة اللي حلت عليهم بالصورة. روكسون يا روكسون حسين بيز عموري ساركاشفيل تي اي سي في آن واحد. منور يا دراكولا منور. نشوف فهيدان على الران قدر يجيب النوك عن طريق الأوم ولقطة وكل فيد حلو ورسالة حلوة من فهيدان. لكن فهيدان خلاص عملوا البوش الكوت اتخذوا البوش على سكواد الرن اوي. ممكن ندخل تحت نطاق فيلم اكشن بين الرن اوي وبين تيم الكوت. خلونا نشوف اربطوا الاحزمه الكوت ازهير نينجا استريح كيف راح يكون هالفايت. سبار ونيت من استريح هلو استريح ممكن يعملها استريح للمرة الثانية أمام سكواد الرن. سالم بالضرر ريفايف حاضر وصريح الرن أوي في عملية ارتباك. لكن فيدان والنيت من استريح قدرت أنها تريح سكواد الرن بهالنوك الواضح. جي جي الكوت الزهير يا جماعة. جالس نشوف سيناريوهات جدا سريعة حيدر. صحيح لكن خسارة أكيد خسارة لاعب أو لاعبين من الكوت هذا يؤدي إلى أنه تقليل رتل الأجرسيف في الزون اللي بعده. لكن جيجي عليهم قدروا يترجمون الفايت للفينيش مثل ما تلاحظ حاليا. شفت الزون يعتبر يعني شوف أنا من وجهة نظري ما أعتبره ذاك الهارد شيف بحكم أنه أصلا الأفرقة تلعب بأسلوب الأجرسيف بحكم أنه هذا أنه يكون آخر جيم في المباراة. عندك 10 أفرقة ب 26 لاعب تداخل على الزون راح يكون اسهل ما في ذاك التكدس العالي. اكيد راح يكون عندنا فايت اخر قبل انغلاق الزون اللي بعده اللي هو الزون الرابع. هو اصلا يعني موضوع الهارد شيفت يبدا من الزون الثالث الى الرابع. الافرقه جات تتوسط الافرقه جات تتوزع في مساحات اتخاذ الفايت. لكن لاحظ لي لاعب من لاعبين ال 69 اللي هو بدران كيف جالس يلعب على اطراف الدائره بحكم انه اللاعب لاست وان ممكن يلعب على نقاط المركز الى اخره. تداخل ايضا لاعب فيدان من فريق الكوت من اتجاه يمين الدائره اتجاه الغربي. سهلة يعني الموضوع سهل صح. هو هذا شيء واضح بأي بطولة هذا شيء واضح بأي إيفنت. أكيد دائما تكون آخر مباراة من كل بطولة أو كل إيفنت بأسلوب الطابع الأجرسيف بحكم الأفرقة المتذيلة تحب تسوي الشو تحب تبرز نفسها أنه أنا عندي كذا فايت أنا عندي حضرت وأبدعت في ماب من هذه المابات إلى آخره. ولا شنو رأيك يا تركي؟ بالضبط 100%. لازم نشوف في سيناريو الجيم الاخير صار الشباب يعتمدون على الاجريسيف او تهور في ان واحد. لكن نشوف الناجي الوحيد اللي هو اراغاند من تيم الثيرد بارتي هو الناجي الوحيد
قدر انه يجيب دبل كل حرفيا. لكن في اخبار غير مريحه في فايت كلوز بين اللورد والفناتك زومبي عزيز امام عبود. عبود لكن تومسون وعبود وهو الجمب شوت يا ساتر بهالكومباوندر يعتبر مصيري وصعب بين اللورد والفناتك زومبي. دخول اراغونت كطرف ثالث وهو سولو ممكن يزيد من عدد الكلات. حلوه اراغونت السولو الناجي الوحيد جالس يعطي ويزيد عدد كلات تيم الثيرد بارتي من هالمسافه. هل ممكن يكون مكشوف للوفي؟ خلونا نشوف الاراغونت الناجي الوحيد. اوه لكن الضرب مش واضح والباقي معطي كفر بطريقه جدا حلوه. كيف ممكن سولو جالس يصنع هالاضرار يا حيدر؟ شخصية لاعب، شخصية لاعب يا تركي، يعني ما في خوف ما في كذا، خلاص انا جاي العب ايفنت، جاي اتدرب، جاي اعلم نفسي على الرتل العالي، على الضغط النفسي ايضا انا كلاعب. هذا تطوير للاعب بحد ذاته، هذا اكيد، هذا ايضا قرار من حاليا من الاي جي ال نفسه، خلاص ما في خوف، اخذ الفايت وات ايفر، يعني مهما حصل انه احنا ما خسرانين شيء. هذا كله تطوير للفريق، وصراحة اسلوب اجريسف عالي وبالداخل اللاعب ما شاء الله على فريق كامل. أروغنت على تيم بالكامل. أروغنت إيش التهور يا أروغنت؟ خطف منك الأول وهو أروغنت لاعب. يا ساتر شوف شو ممكن ينهي أمال تيم الفناتك زومبي. وهو يا أروغنت القصيم وما وردت حرفيا. لاعب جي جي أروغنت جي 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 تونا بنمدح إلا النيد أقصت أروغنت بسرعة غير مباشرة صراحة. سمارت من الأفزل، سمارت من اللاعب مكسيكو، قراءة صحيح للنيت. صحيح صحيح، لكن إن شاء الله من العباد يقدر يوصلنا إلى نهاية الجيم. 2% راح تكون وتوب 8 حاضر معنا. هل ممكن العباد يكون صامل معنا؟ وكيف ممكن تكون نهاية هالجيم اللي ممكن يكون صعب وحصري للشباب؟ بالتوفيق لجميع الأفرقة اللي حاضرة معنا. نشوف الـ AF زد دارك 22 دقيقة، نطالب من الأيباد إنه يعطينا بس 3 دقائق، لكن الضرر واضح على اللاعب وصار مكشوف بطريقة جدا كبيرة. فناتك زومبي بهالكومباوند يعتبر صعب جدا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ناخذ نظرة تحليلية للزون ونشوف إيش ممكن يكون توقع الأستاذ والمحلل والكوتش حيدر. 8 أفريقيا 19 لاعب حيدر. بالضبط، مساحات خالية راح تكون عندنا، مساحات خالية وخاصة مناطق الأوبن إيريا، أي بمعنى من الممكن بنسبة جدا عالية شفت الزون اللي بعده يكون بالأماكن المفتوحة من اتجاه الشمالي للدائرة. إذا تلاحظ الأفزت، أنا من وجهة نظري أشوف الأفزت هو أكثر المستفيدين حاليا من شفت الدائرة، يقدر يتدخل مثل ما يحب، عنده كمبودات. لكن التي أي سي حاليا بحكم انه هو متصدر الايفنت ويطمح لهذا الجيم بيقدم شو ايضا رائع، من المفروض ارسال لاعب للمتفرقات المتوسطيه للزون، هذا بحد ذاته هو الايجل لازم يكون. لكن راح اتعامل معها انا متاكد. شوف دخول حاليا 69 على هذه الايريا بصوره مباشره، لكن هل يا ترى راح يكون في تضارب وتعامل مع روتيشن اخر من الجانز ارزت؟ من الممكن تداخل بسيط خفيف لطيف الاخر. اتمنى افرقه تتكلم عن 19 لاعب فايتر خارج الزون، افرقه غير مباليه، يعني من اساليب لعبها حاليا اللي نشاهده اسلوب طابع اجريسيف وارد اكيد، بس يعني هذه الافرقه حاليا جاي تلعب من اجل المتعه. هاي استراتيجيات حتى راح تكون، يعني حتى لو شاهدنا حاليا فايت باغلاط فرديه او اغلاط من ناحيه التوزع، انا متاكد هذه ليست شخصيه الفريق المعتاد يشوفه جمهوره او هو يريد يلعب بهذا الاساس. بالتوفيق استاذ هيثم، لكن نشوف ايش ممكن يترجم لنا اخر الجيم وايش ممكن يصير معنا. 69 الكوت رابع زون، سيناريوهات جدا رائعة. يبدو لي ما اتوقع انه احنا راح نلحق على اخر الجيم، اتوقع ان موضوع الشحن ما اقدر اشحن وابث في نفس الوقت، لانه زي ما قلت لكم ما كنت مستعد 100% اني انا اكون المعلق، لانه اتوقع في كان في معلق ثاني راح يكون موجود على الايفنت وجيت انا بدال، انه هو صادفته ظروف المعلق الثاني وجيت انا غطيت بداله، فاسفين يا جماعه اذا انقطع البث، فالخلل مو من عندي، من الايباد نفسه. 69 الكود ايش ممكن تترجم هالاضرار الواضحه الحاصله معنا؟ جالسين نشوف 7 سكوادات و17 لاعب وجي جي طفل ايباد زي ما انتم شايفين يا جماعه، فنشوفكم باذن الله في ايفنت اخر. كان معكم اخوكم تركي واخوكم حيدر،
شكر للرن اوي بالدعم هالإيفنت $200، شكرا للوكالة اللبنانية على